اهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقه جديده من برنامج ابشر والذي يعرض على شاشه الايام المباركه. مثل ما شفتوا بالحلقات السابقه كنا في بابل وطرقنا الى كثير من المواضيع، خدمات والمناطق والاقضيه والنواحي الموجوده في بابل، وايضا تعرفنا على المرشحين اللي قدموا انتخابات مجالس المحافظات وشفنا امكانياتهم وهمومهم وايضا طموحهم وشنو اللي يريدون يسووا. جينا اليوم وين؟ الواسط. بدينا من أبعد نقطة في واسط واللي هي بدرة، قريبة على مهران تقريبا 13 كيلو بيناتنا. وليش جينا هنا؟ حتى ننطلق إلى المناطق الأخرى والأقضية الأخرى الموجودة في واسط تباعا. هنا هذه المنطقة راح نتعرف على بالضبط اسم هاي المنطقة، الخدمات المقدمة. يعني هسه مثل ما دا أشوف أكو تولة مال كهرباء، اكو محولة، اكو بوادر انجاز، واكو تقوية للكهرباء مثل هاي الضفائر اللي حكينا عنها في حلقاتنا السابقة واللي قلنا ما اعرف هي هاي حل مؤقت وحل صحيح انه احنا نستخدمها، والمفروض الاسلاك الكهربائية امتن واحسن وافضل. ودا تشوفون يعني دا يشتغلون مجاري وكيبل ضوئي، بس ما ندري هاي المجاري اللي دا يشتغلوها بشكل صحيح لو مو صحيح. لذلك اسمحوا لي أن أعرفكم على شخص راح يحدثنا عن المنطقة وشنو همومه. هو أيضا مرشح لانتخابات مجالس المحافظات وفي واسط، ويضعنا بالصورة بشكل أفضل. السلام عليكم أستاذ، شلونك؟ شلون صحة وطعم؟ إن شاء الله. أهلا وسهلا، الله يحفظك. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبقناتكم الموقرة قناة الأيام ومشاهديكم الكرام. الله يحفظك. وشرفتونا بقضاء بدرة اللي هو القضاء الحدودي اللي يقرب عن أقرب نقطة حدودية 13 كيلو متر. إحنا هذه المدينة في أيام النظام السابق كانت مدينة مهملة ويعتبروننا من الدرجة العاشرة. بالبداية عرفني بنفسك وتسلسلك بعدين نبلش. أنا الأستاذ حسن علي السيد اللامي من قضاء بدرة محافظة واسط، مرشح الانتخابات مجالس المحافظات عن ائتلاف ابشر يا عراق، وان شاء الله هو همنا خدمة الوطن والمواطن، العراق اولا مبدأنا ان شاء الله. فاني اتشرف بحضوركم بهاي المدينة حتى تعكسون مدى معاناتنا وتضررنا سواء من الحكومة السابقة او الحكومات اللاحقة اللي اجت. تفضل. بسبب الاهمال وقلة الاهتمام بمدينتنا، وكل اللي نتمناه عبر قناتكم الموقرة بأنه نعرض مشاكلنا وهمومنا وتعرضوها على الرأي العام وعلى السادة المسؤولين، وإن شاء الله نأمل خير إن شاء الله بعد انتخابات مجلس محافظة، وبعد التوفيق إن شاء الله سنكون إن شاء الله عون لأهلنا وناسنا في عموم محافظة واسط وبالخصوص قضاء بدرة وناحية جصان وناحية زرباطية. أنت وين تلقى نفسك في مجلس المحافظة؟ أني اللي أتمنى بأن أكون على الخدمات حتى أكون عن قرب من هموم الناس، وأني أروح أتفحص المدن والقرى وكل ناسنا وشنو همومهم وشنو احتياجاتهم. عذرا للمقاطعة، أول ما دخلنا لقينا يعني بدرة مداخلها لطيفة. نعم. حقيقة. ومعظم المدن هيك. اي، ولكن يبدو الـ الـ الأفرع. نعم. اللي بعد هذه الشوارع الرئيسية لا وضعها مرتبك كلش. تمام. تمام. يمكن أكثر الناس اللي تدخل قضاء بدرة يحزون على الخدمات. لأنه يدخلون بمدخل لطيف وحلو ونظيف. بس من تدخل الأحياء لا، عبارة عن وضع مزري. نقص خدمات حاد. من شبكات الطاقة الكهربائية، ويمكن أنت قبل شوية تفضلت وقلت بأن الضفائر مو بالمستوى المطلوب. هذه عليها أحمال كلش عالية ويحتاج. يعني شنو ليش يستخدم أبو الكهرباء الضفيرة وما يستخدم أسلاك كهربائي مع أنه أكو أعمدة؟ الضفيرة أأمن وأفضل، بس لازم تكون الضفيرة ضمن مواصفات. نعم. هسه إحنا أنا مو اختصاصي كهرباء، بس اللي أعرفه بأنه ضمن الأحياء لازم تكون ضفائر ضخمة وذات تحمل عالي. بنفس الوقت المجاري
يمكن تطلعون وشفتوا الانابيب اللي وضعوها. هسه هاي شنو هاي المجاري؟ هاي هسه هاي شنو هاي المجاري؟ هاي اندفنت مقدما قبل لا نستخدمها وقبل لا يكتمل المشروع. اندفنت بالنفايات والاتربه والاوساخ وراح يجي التبليط بعدها. مو مفروض يعني يخلون فشي فوقها ويسدوها حتى ما هذا التراب ما يدخل جوا ويسد. شركات رديئه ما اعرف شنو اللي يجيبها وشنو الاسباب اللي يتعاقدون ويا الشركات. وهذه طبعا ما اتكلم عن قضاء بدره بل عموم المحافظه وعموم محافظات العراق. جاي يجيبون شركات عبر الوساطه عبر العلاقه ما اعرف الاسباب الاخرى. هي هاي سبب هدر المال العام. هدر المال العام منين يجي؟ يجي لما انا اجيب شركه رديئه وتجيب مواد مو بالمواصفات المطلوبه وتبدي تسوي مشاريع بعد سنه سنتين تتخسف الشوارع تنسد المجاري ونرجع بعد سنتين ثلاثه يعلن المشروع من جديد للمناقصه او للمقاوله. معظم الشعب العراقي ومعظم المحافظات العراقيه جاي يعانون من هذا الامر بسبب الـ الاتاوات مع الاسف اقولها والاتفاقات. شلون تنحل هاي السالفه؟ تنحل ايش وقت ما جبنا ناس مخلصين عندهم ضمير وعندهم حب للوطن راح نقدر ان نتخلص من هذا. زين هسه هنا يعني اكو مجاري تمام؟ نعم بس اسمحوا لنا تفضلوا يا مياه. هاي مجاري نعم تمام؟ بس نعم. اللي دا اشوف انه واحده مرتفعه واحده منخفضه يعني انا اشوف هناك منخفض بعدين راجع صاعد الانبوب والمجاري. زين هذا انا متاكد باول استخدام لها راح تنسد. هذه انا اعتبرها هدر قرار الامكن يعني بس تاخذ هذه اموال الشعب العراقي. هذا المشروع المفروض اقل شيء فد 20 25 سنه المفروض بضمان. المفروض الشركات اللي تاخذ هاي المشاريع المفروض تكون عليها ضمانات لمده مثلا 20 سنه او 25 سنه حتى نقدر نجددها من جديد. بس مو خلال سنه سنتين وتنسد المجاري ويتخسف التبليط وتنسد شبكات المياه. هذا يعتبر الهدر والفساد بالمال العام. زين انت لو ان شاء الله يعني توفرت لك فرصه انه تنجح ان شاء الله في انتخابات مجالس المحافظات وتكون عضو مجلس محافظه واسط. نعم. شنو اول شيء تبدي به يعني؟ اول شيء ابدي به؟ اولا ولو انا ما اعرف يعني بالتفاصيل شنو، اولا اعاده فحص المشاريع اللي تم اقامتها خلال هالسنه سنتين ودرجه صلاحيتها بالنسبه للمواد وطرق البناء او الانشاء مال هاي المشاريع حتى نعرف هاي الاموال اللي انصرفت بالطريق الصحيح لو هدر وفساد. حتى شنو؟ حتى نهيئ نفسنا لمرحله ما بعد الانتخابات على الكادر الجديد او المرشحين الجدد ضمن المحافظه حتى يكون هذا عبره للمسؤولين السابقين عندما نكظ مفاصل الفساد ونعرف وين راح المال العام وين وضعوه بالمشاريع الفاسده. بذاك الوقت راح احنا يكون عندنا الحافز بانه نقدم افضل خدمات والمسؤولين الاداريين والشركات اللي بيديهم العقود يكونون خائفين من يوقعون تحت ايد القانون. علاقه عضو مجلس محافظه مع المحافظ برايك المفروض تكون علاقه ايجابيه لو علاقه شك ومراقبه ويعني اتهامات مستمره حتى يصير شغل صحيح؟ المفروض يكون مجلس محافظه مجلس رقابي على الخدمات. هو رقابي وتشريعي. نعم رقابي وتشريعي. رقابي لازم أي مفصل من مفاصل الخدمات بالنسبة لإعلان المقاولات لازم ضمن مناقصات ولازم تكون شركات رصينة مو المحافظ أو عضو مجلس محافظة أو الحزب الفلاني يروح يجيب له شركة تحت مسمى آخر ونعطيه هاي الأموال ويروح يشتغل لنا مشاريع فاشلة. أكو أعضاء سابقين كانوا يأخذون كوميشن يعني على المشاريع وكذا؟ نعم نعرف بأنه مثلاً سمعنا بأنه بعض المشاريع يقسموها بيناتهم. هذا لازم يأخذ هذا المشروع وذاك لازم يأخذ ذاك المشروع باسمه أو مو اسمه يجيب له اسم مستعار أو شخص آخر من أقاربه من ذوي أو يجيب شركة متفق وياها. وهذه هي سبب تشري الفساد وهدر المال العام. اللي نطمح له
واللي نسعى له بأنه يكون إخواننا الناخبين يتفحصون مرشحيهم، يتفحصون من النزاهة، من درجة نزاهته. صاد عذرا ال- 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 المواطنين، نعم، أغلبهم، نعم، شو يريدون؟ يريدون خدمات. خدمات يردون ناس وصلاء تجي تشتغل بذمة وضمير. نعم. يردون ناس متبوك. نعم. يردون ناس فعلا عايفة ميوزتها وكراسيها. نعم. وبالميدان موجودين. عاشتيدة. تمام؟ وهذا صحيح. بالتالي وين يعني يروح للنزاهة ويتفحص وما أعرف شنو وكذا؟ هنا يجي دور الشخص اللي يعتقد أنه هو إنسان عراقي أصيل مبدع يقدر يحقق منجز على أرض الواقع، أنه يعبر عن نفسه. أنت شلون عبرت عن نفسك؟ حملتك الانتخابية شلون وصلت صورتك للمواطن؟ حملتي الانتخابية أولاً أني أولاً شيء التعليم، يعني كبرنامج انتخابي التعليم أولاً، لأنه بالتعليم ترتقي الشعوب. صحيح. وش وقت ما سيطرنا وقدرنا أن نرقي مجال التعليم، منها بناء المدارس وإيجاد الكوادر التدريسية. هنا عندكم نقص بالمدارس؟ والله عندنا نقص، عندنا 50 طالب بالصف الواحد بعض المدارس، وايضا 500 طالب بالمدرسه، ثلاثه يقعدون على الرحله. نعم، ثلاث طلاب على الرحله، شفتين دوام صباحي ومسائي. زين، هذا ايش نترجى من وقلت بعد نحتاج الى مدرسين ايضا. نعم، عندنا نقص بالكوادر التدريسيه وكثير من الاختصاصات، وهذا طبعا يسبب عبء وفشل لدى الطلبة. يعني لحد الآن إحنا هسه الآن بشهر 11 اللي صار حوالي شهر ونص من بدأت المدرسة، ولحد الآن المدارس ما مطية كتب لبعض المواد. زين، شلون راح يقدر يدرس الطالب؟ مسألة الكتب وطباعة الكتب يعني هيك مشكلة جوهرية ما تنحل. أنا أعتبرها هذا هدم ممنهج مقصود ومقصود للتعليم بالعراق، لأنه شو وقت ما انهدم التعليم البلد خرب. زين، سؤال. نعم. لما واحد يكون في مركز القرار، نعم، وهو يعني بيده سلطة، نعم، يقدر من خلال توقيعه يقول كلام من خلال الكتب الرسمية تنفذ المفروض، نعم، لكن على أرض الواقع ما يصير هذا الشيء. هذا نعم. الشخص يستحق أنه يبقى بمكانه؟ لا، لو لازم نتعاطف وياه لأن هو مثلا مو مشكل شيء ويريد يمشي الأمور ولأن واقعنا هالشكل ولازم تمشي الأمور بهالطريقة هاي. شو أنا برأيي، شو وقت ما نزل المسؤول صاحب الإرادة للشارع وجابه بشجاعة، راح تكون يعني تكون عندنا إرادة للتغيير. إحنا مع الأسف جايين يجيبون المسؤولين على أساس قبلي، على أساس حزبي، على أساس مناطقي، وهذا مو شيء صحيح. العراق واحد، لازم يكون مبدأنا وبيرقنا الأساس هو العراق. زين، تحدثنا عن التربية. نعم. خدمات أكيد أكيد مواضيع كثيرة ومشاريع كبيرة تحتاجها قضاء بدرة، لكن ما أعرف يعني عندكم عشوائيات هنا؟ عندنا عشوائيات يمكن بقد المدينة بقدر. وين موجودة؟ بأي مكان؟ هاي بالقرب من هذا الحي، بمقدمة بدرة من جهة الزرباطية. يعني عشوائيات كلش ضخمة لأنه حق الناس أكثرها زراعي. عندك فكرة أو حل لهذه العشوائيات للتخلص من هذا الألم الكبير الذي يعيشه أصحاب العشوائيات؟ حل بسيط. شنو؟ أستاذنا العزيز، الحل مالته بأنه نقدم لهم الخدمات وننظم هاي العشوائيات، بدل أن هذه عشرات الآلاف من العوائل محافظة واسط وباقي المحافظات أن نهجرها، جوز ما عندها إمكانيات تبني، وجوز كل الإمكانيات اللي عندها وضعتها بهذا البيت المتواضع. إحنا إذا هجرناه لازم نكون موفرين له سكن مقدماً، موفرين له السكن المحترم اللي يليق بالمواطن العراقي. من خلال شنو؟ بناء شنو؟ من خلال وحدات سكنية مثلاً، توزيع قطع الأراضي وإعطاء القروض للمواطن. بناء بيوت واطئة الكلفة. بناء بيوت واطئة الكلفة. كثير من الأفكار ومن المشاريع. زين، شنو اللي تمتاز به أو يمتاز به قضاء بدرة؟ اللي يمتاز بقضاء بدرة، قضاء بدرة كان عبارة عن جنة، يعني كله بساتين، أراضي زراعية، كله يعتمد على نهر موسمي اسمه نهر القلال، يأتي من الأراضي الإيرانية.
الجمهورية الإسلامية قامت مشاريع سدود، إضافة لذلك قلة تساقط الأمطار، انقطع هذا النهر الموسمي. شلون عوضتوا؟ عوضنا، اجت الدولة حفرت آبار بس ما حفرتها بشكل علمي أو مخطط إليه. ياهو اللي يريد بير، ياهو اللي عنده وساطة، ياهو اللي مرات أكو مناطق مالحة، مناطق غير صالحة للزراعة. كان أنا فكرتي بوقتها بحينها حوالي بال 2007 2006 تقدمت المديرة الري اللي موجودة بالقضاء، قلت لها إحنا نقدر نحل هاي المشكلة، ليش هذه الآبار وهذه الإمكانيات تروح هدر؟ نقدر نحفر 20 بئر ارتوازي، وإحنا المياه الجوفية هنا عندنا كلش عالية على الجانب الأيسر، وعشرين بئر على الجانب الأيمن، على 5 إنش، يعني كل نهر راح يصير 100 إنش، نهرين يعني 200 إنش، مستعدين بأنه مو تغذي بس مزارع بدرة وبساتينها، لا حتى مزارع جصان نستغني عن عن الجمهورية الإسلامية أو المياه اللي تجينا من الجمهورية الإسلامية. تعرف الأوامر، الأوامر والأمور كلها مو بيد المسؤولين الإداريين، جاي تجي من بغداد وتجي بشكل فوضوي وعشوائي. لذلك لحد الآن كل مشاريعنا فوضوية بدون تخطيط بدون تفكر. أنا أريد منك أنه هسه توجه رسالة للناخب العراقي، شو تقول له؟ وأيام الانتخابات قربت 18-12، فشو تقول له؟ شو تقترح عليه؟ شنو تنصح؟ أنا أنصح إخواننا الناخبين في عموم العراق وليس في محافظة واسط فقط، أنصحهم أقول لهم 20 سنة فاتت من عمرنا ومن مستقبلنا ومستقبل بلدنا اللي هو العراق، وأجيالنا اللي ضاعت بلا تعليم بلا صحة بلا تطور. أقول لهم انتقوا مرشحيكم، هذا صوتك، وقفوهم إنهم مسؤولون. هاي صحيح هي بصمة بأصبع واحد، بس في يوم القيامة أنا أقول لك هاي البصمة أنت مسؤول عنها، لأنه أنت مكنت الفاسد، مكنت الإنسان الموكفو، جبته وخليته بموقع المسؤولية، وهذا الأمر هو اللي سبب خراب البلد. لا تمشي وراء الدعايات أو يجيبون لك شبكة حماية اجتماعية بأيام الانتخابات أو يوعدوك بتعيين، وإنما انتخبوا الرجل الصالح الشجاع النزيه. إيش وقت ما قدرنا أن نجيب ذول الناس الكفؤين والنزيهين، راح إن شاء الله سبحانه وتعالى العراق يتقدم ويصير التغيير. أنا أشكرك. الله يرحم والديك. إذن مشاهدي الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وشخصية أخرى أتمنى أنه تعرفين بنفسك حتى السادة المشاهدين أيضا يعني يطلعون ويعرفون من هاي الشخصية، شنو برنامجها الانتخابي، بيش تفكر، شناوي تسوي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في ضيافتنا اليوم في مدينتكم الأخرى الصغيرة، أهلا وسهلا بكم وبقناتكم الكريمة وبمشاهديكم الكرام. معكم الحاجة قرقان قحطان عبد الحميد الجبوري، عضو مجلس محافظة تواسط لدورتين انتخابية من 2009 إلى 2019، متزوجة، لدي ولدان، بكالوريوس رياضيات، تسلسلي أربعة في قائمة أبشر يا عراق، القائمة رقمها 143. رشحنا هذه الدورة الانتخابية لنطمح نكمل مسيرة ما بدأناه سابقا، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. وبالتالي أنت يعني اشتغلتي كعضوة مجلس محافظة من 2009؟ 2009، ويعني مدة كبيرة. بالتالي أكيد قدمت خدمات كثيرة وكنت في لجان كثيرة، ما أعرف يعني ممكن تحدثين عن هذا الموضوع؟ بطبيعة الحال عمل المجلس هو أولاً رقابي ثم تشريعي، بالتالي مسألة الرقابة تحثنا على موضوع التداخل بالعمل مع الجهات التنفيذية في سبيل أنه نوصل الخدمة
للمواطن بالطريقة اللي هو يشوفها مناسبة وإحنا أيضا نشوفها مناسبة. رقابة على منو؟ رقابة على جميع الدوائر الإدارية وأعمالها اللي تقوم بها، اللي الخدمات قصدي المشاريع المنفذة من قبل الإدارة التنفيذية على كافة الأقضية والنواحي، إحنا نكون يعني المحافظة طبعا، إحنا نكون أداة الرقابة اللي على هذه المشاريع. تعرف المشاريع همومها كثيرة، بين سلف متأخرة، بين مهندس مقيم قد يكون مو الأصلح لهذا الموضوع، فتبدي الناس توصل لنا معاناتها بسبب المشروع المقام على هذه الأرض، فبالتالي إحنا نبدي نوصل ما نلقاه من أمور غير مهنية في هذا العمل إلى الجهات التنفيذية، ووصلنا كثيرا إلى أنه غيرنا أمور كثيرة. مثل شنو؟ يعني قد تكون سيد مثلا عدة مشاريع كثيرة تكون في كافة الأقضية والنواحي، الناس الموجودين في هذا المشروع قريبين على هذا المشروع سجلوا بعض ملاحظاتهم. طبعا خليني أقول لك سيد، في كثير من الأحيان نلقى أنه الناس عندها رؤية واضحة، رؤية واضحة بهذا العمل، يعني يفاجئونا في بعض الأحيان أنه يعرفون أنه هذا العمل لازم يكون كذا وهذا العمل يكون كذا، فإحنا ما نبخس الناس درجة فهمها لهذه المواضيع. إحنا ما نقول أنه فقط المهندس يعرف، فقط الحداد يعرف، فقط يعني لا، الناس كثير من عدها تعرف، وفي بعض الأحيان يشخصون التشخيص الصحيح أنه هذا الأمر حجية غلط، مو هيك بهذه الطريقة يكون، وفعلا من نبحث فنلقى التلكؤات الموجودة سمرة لرب العمل نفسه المقاول اللي هو بايع من الباطن قد يكون لناس أصغر من عنده، وهذه اللي عانينا من عنده أنه الشركات تجينا غير كفوءة وتبيع العمل من الباطن للناس الموجودين، خلينا نقول المقاولين الأقل من عندهم، وبالتالي ما راح يكون العمل بالطريقة يوصل للمواطن بالطريقة اللي احنا نريدها أو اللي طريقة يعني شركات اللي غير كفوءة. غير كفوءة من خلال مناقصات يعني تدخل يعني الطريقة الصحيحة للإحالة ما عليها غبار، ولكن هي مقدمة عطاءات بأوطأ الكلف. هذا طبعا حاولنا كثيرا، خاطبنا رئاسة الوزراء، خاطبنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يا أخي شيلوا هذه الفقرة، أرجوكم شيلوا هذه الفقرة، أنت حاطلة أعمال مماثلة، طب اعتمد على الأعمال المماثلة أو اعتمد على رصيدة اللي موجود بالبنوك. هسه خلينا نقول لا تعتمد على الأهلي، قد يكون أنت تقول الأهلي هو يتصرف هو وياه بطريقته، يعني أسأل البنوك الأهلية تعرف يخلي له القيمة التقديرية اللي هو يريدها ويجيب لنا خطاب البنك، لكن أنت خليه بحكومي، الحكومي هسه لا غبار عليه بالنسبة لك، وشيل لنا فقرة أوطاء العطاءات. أوطاء العطاءات دمرت كل المشاريع اللي إحنا اللي أنا واكبتها هسه على حد علمي، والمشاريع اللي دمرت خلينا نقول الشق الثاني من عندها المشاريع الاستثمارية. المشاريع الاستثمارية اللي تخص الوزارات، حتى المشاهد الكريم يفهم، المشاريع الاستثمارية اللي تخص الوزارات يعني عطاءاتها بالوزارات، مناقصتها بالوزارات، إحالتها بالوزارات، دمرت مشاريعنا في واسط وفي كل المحافظات. تقترحين إحالة جميع المبالغ اللي موجودة بالوزارات اللي تخص المحافظات إلها. إحنا نعرف، إحنا أهل مكة أدرى بشعابها، إحنا نعرف الشركة، إحنا نعرف الطريقة للأداء، إحنا نعرف نقيم هذا الموضوع. المشروع الاستثماري يعني بعد قتال وبعد قتال وبعد التي واللتية مع السيد وزير الإسكان أو البلديات، هو أكثر المشاريع يا أما إسكان يا أما بلديات، يلا حاولنا أنه ممكن نكون جهة رقابية لأنهم حتى مانعين الرقابة عليهم، على اعتبار أنه أنا مشروع استثماري مو يمك الموضوع، مو يمك كمحافظ وكأعضاء، هذا مشروع استثماري يا أخي، مشروع استثماري لكن متلكئ. دليلنا شاهد كلامنا أنت اليوم بالصويرة، الآن لو تدخل للصويرة لحد الآن بعد 7 سنوات مع الشركة الصينية، إحنا لحد الآن ما مكملين مجاري البنى التحتية، لذلك أعمار مدينة الصويرة يسألون كثير من أهلنا الصويرة أنه ليش الصويرة تأخرت بالأعمار، ليش تأخر شوارعها تبليطها. سادتنا الكرام، البنى التحتية غير جاهزة، الشركة حالتنا بال2013 شركة صينية، شركة رديئة غير كفوءة، لا عندها أعمال مماثلة،
لا عندها قيمة بنكية، لا عندها خطاب ضمان، لكن الحال من الوزارة. كل هذه المآسي من يتحملها؟ المحافظة لو أنتم؟ إذا المشروع استثماري فالوزارة. الوزارة. الوزارة. إذن دور المحافظة شنو؟ دوركم شنو؟ ما عندها أي دور. حتى إذا اعترضنا، حتى إذا سوينا كتاب، يعني سوينا خطابات كثيرة، سوينا وفود ورحنا للوزير المعني، الحال الموضوع بعد الحال يسويه. من يتابع؟ قلت لك بعد ما تداخلنا مع السادة الوزراء اللي يخصون المشاريع، تداخلنا بتداخل قوي ووصلت إلى مرحلة أنه إحنا خلينا نقول بشكل شخصي كمحافظ وكأعضاء مجلس نوقف العمل جبرياً، نجبر أنه هذه الشركة تتوقف. لحين ما الوزير من شاف الموضوع توقف وبدت الشركة، تعرف الشركات دا تيجي كلها من الخارج، فبدت السفارات تتحرك على الوزير، ذاك الوقت يلا دز علينا أو قعد ويانا، يا بتفضلوا قولوا لي شنو شعدكم ما عدكم. فإحنا قلنا لبما أنه تقول هذا بعد صار واقع حال، الإحالة صارت واقع حال وما عندك طريق للرجوع للخلف خطوة واحدة، إذن أعطينا صلاحية أنه نتابع الموضوع. لأنه يعني مثلا أنا كنت المتكلمة مع السيد الوزير بنكين، الرجل متفهم، كان بنكين لعدة دورات كان موجود، يعني مو قصدي الآن، الرجل متفهم، لكن يعني أنا كنت الوحيدة المتكلمة لأن كنت الوحيدة عضوة من الصويرة. فقلت له أستاذنا يعني أنا إذا أكون في وجه المدفع، حضرتك قاعد بوزارتك، الناس بتوصلك، الناس توصلني، مشاريع ماكو، صويرة تعبانة، صويرة بها دمار كبير بالشوارع، الحركة متعبين بها، الحفريات أصبحت لا تطاق، فأني في وجه المدفع، أستاذنا أرجوك انطيني مجال أنه أنا أكتب لك أواكبك بتقارير أسبوعية يومية، المهندس المقيم اللي تخليه من وزارتك اعطيني رقمه حتى أكون أنا وياه على تواصل. طبعا إحنا في حضرته أوكي والأمور طيبة والأمور وردية والأمور كذا، بمجرد ما نرجع إلى واسط تمر، خلينا نمر أسبوع ترجع الوضع كما هو عليه والشركة تكون هي المتحكمة، إلى أن وصلنا لمرحلة الملل، لأنه الوزير مسافر، الوزير اجتماع مجلس وزراء، الوزير عند لجان، الوزير 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 ما أقدر أوصل له، يعني الحالة اللي مثلا أشخصها ما أقدر أوصل لها بعد، وين وين حتى المهندس المقيم يسمع من عندي، لكن تأخذه العزة بالإثم أنه أنا مهندس ورئيس مهندسين، طبعا يخلوه مشرف على هيجي مشاريع عملاقة أكيد رئيس مهندسين، فبالتالي يستصعبها على أنه أنا أنطي فد معلومة لأنه الناس توصل لي، فيستصعبها أنه أنا أوصل له فد معلومة من باب عدم الدراية. فواجهتنا هذه الصعوبات كثيرا، بالتالي مشاريع جن ست لحفو، يعني منو يضمن أنه بالفترة المقبلة ما يتكرر نفس السيناريو؟ إن شاء الله سيد. الأمور تغيرت كثيرا وراء 2019، نأمل وأملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء، غير كثير من الأمور، غير كثير من خلينا نقول الأمور الإدارية اللي كانت تسير بها المحافظات روتينية، غير كثير من عدها له، يعني ممكن أنه توصل ويسمع، الرجل يسمع يسمع وينفذ مباشرة، يسمع ومن يلقى الأمور فعلا في هذا الطريق ينفذ التغييرات اللي حضرتك تطلبها من عنده. يعني إحنا أنا هسه في بالي كشخصيا أنه من أكون موجودة داخل المنظومة الإدارية الجديدة، نطلب وبقرار مجلس تغيير آليات تقديم الشركات تكون طبعا بعد ما تشكل لجنة من الناس اللي يعرفون بهذا العمل، نخلي نقاط جديدة غير النقاط اللي دا تعتمدها الآن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذا هدفه أنه نسرع عملية الإعمار، نغير الشغلات الروتينية الموجودة. أهم نقطة ممكن أنه أقول لك خلينا نخلي تحتها أكثر من خط أحمر، أنه أوطأ الكفاءة، أوطأ العروض المقدمة. ممكن تبينين للسادة المشاهدين شنو اللجان اللي اشتغلت بها؟ طبعا عضو المجلس سيد من يدخل لمنظومة عمل مجلس المحافظة هو عضو، صح يتحدد بلجنة أنه خلال انتخابات اللجان مثلا هو راح يكون رئيس لجنة معنية ونائب في لجنة أخرى وعضو في لجنة أخرى، لكن ما يمنع أنه مثلا أنا كنت رئيسة لجنة التربية ونائب رئيس لجنة اقتصادية وعضو
يعني عامل داخل المجلس، أعمل داخل المجلس في كل اللجان. طبعا ما بالممكن أنه مثلا قضاء الصويرة بالحاجة قرقانة قحطان هي عضوة، ما بالمعقول يجيني شخص عنده موضوع يخص شؤون المواطنين اللي هي مسألة الرعاية واللي هي الحادث الأكبر الموجود، وما معقولة أنه يجيني شخص آخر على الصحة عنده فد مشكلة معينة بالمستشفى أنا ما أقدر أحلها أقول له أنا أعتذر أنا بس رئيسة لجنة التربية. يعني تحولي على غير لجنة؟ لا 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 لا, 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 لا أنا أتصرف مع أنه أنا رئيسة لجنة التربية، لكن عملت في كافة اللجان. ولكن هذا تشعب سيد، تشعب في بعض الأحيان يخدم مواطني، يخدم المواطن اللي إلي، يخدم مواطن ابن ولايتي ابن ديرتي. ما أقدر أقول له قد يكون رئيس لجنة الصحة مثلا في قضاء آخر، أنا ما أقدر أقول له روح لفلان. أنا الآن هو يعرفني، يعرف أنه أنا انتخبت الحجية، الحجية راح تقوم لي بهذا الموضوع، فبالتالي أنا هذا الشخص أشوف العريضة اللي مقدمة. فمن واجبش أنه لازم أنه تقدم واجب. إلى خدمة طبعا. ليش رئيسة لجنة التربية؟ ليش؟ أنت تربوية؟ أختك الحاجة قرقانة هي بكالوريوس رياضيات، دخلت لي سلك التربوي بال94 وسلمت منصب مديرة ثانوية فاطمة بنت أسد اللي موجودة في قضاء الصويرة من تاريخ 2006، ولحد ما دخلت المعترك المحافظة بال2009. فخلفيتي تربوية، يعني أعرف أتعامل مع الأمور التربوية أكثر ما أعرف أتعامل مع الأمور الأخرى اللي تخص الصحة والخدمات والشؤون المواطنين. وبالتالي إحنا من خلال مشاهداتنا يعني واقع التربية في عموم العراق مرير متعب جدا. بالتالي عندك أفكار جديدة؟ سيد إن شاء الله سابق كلامي قلت لحضرتك أنه أملنا كبير برئيس الوزراء أنه يسمع من عندنا. المجالس حلقة مهمة مهمة جدا للحكومة للتواصل معها، لأنه إحنا قريبين جدا على المواطن، قريبين جدا على واقع الحال. إذا لو نتحدث شوية على المدرسة، واقع المدرسة، المعلم، المدرسة، مدير المدرسة، الكتب، الصف، الرحلات، الكهرباء، المولدة، ما أعرف يعني المرافقات الصحية، ما أعرف يعني كله محطم سيد. واقع شلون هذا الطالب يفتهم، شلون يقدر يبدع، شلون يقدر يحقق نسب نجاح عالية بالرحلة ثلاثة قاعدين، رحلات مكسرة يعني صبورة ما تكتب زين يعني سيد الواقع مرير. الواقع مرير بسبب قلة التخصيصات المالية لقطاع التربية. تعرف أي مدرسة تنبني أولاً وجود الأرض، ثانياً المبالغ اللي حتى نحيل بها هذا الموضوع. طبعاً الناس شاكرين جداً، يعني تواصلوا ويانا على مسألة الأراضي، أصبحت التبرعات أين ما تروح لأي منطقة صاحب الملك يقول لك أنا متبرع بالقاع بس ابنيها. وصلنا لمرحلة 2014 دخول داعش للعراق والاجتياح اللي صار والحرب. مرينا بفترة عصيبة ومريرة لأنه توقفت الحياة تقريبا فقط على جبهات القتال، الميزانيات كلها تحولت للحرب، مبالغ لا توجد معدومة، أصبحت معدومة. يعني إحنا كنا نمشي أمور الناس فقط خلينا نقول اللوجستية، فقط اللي تخص الدوائر موافقات، لأنه مبالغ ما عندك تتحرك بها، ميزانيات ما موجودة، أي مشروع يعني ما على قد الرواتب على قد الرواتب، والمشاريع اللي كانت تعمل توقفت، ماكو مبالغ حتى تديمها. بالتالي وصلت لمراحل الاندثار لأنه انتهت، يعني مشروع هو توقف بال2014، شي يريد يصير بي بال19؟ 4 سنين مطر تراب وشوارع وكذا، شي يصير بي؟ فالفترة المقبلة ايش راح يصير؟ الفترة المقبلة أملنا كبير قلت لك برئيس الوزراء يسمع من عندنا، وإحنا تعرف الميزانية قررت لثلاث سنوات. أملنا كبير أنه مسألة الموازنة أصبحت يم رئيس الوزراء، ما نقول أنه ننتظر مجلس النواب يصوت وننتظر كذا، لا، أصبحت الآن وزارة المالية والسيد رئيس الوزراء. نطلب طبعا إحنا راح نخاطب وزير التربية، ما بالمعقول أنه نصل مباشرة إلى رئيس الوزراء، وحتى لو نأمل أنه تحقيق لقاءات بوفود معينة لسيد رئيس الوزراء هو أيضا تكون عنده معلومة.
يا ريت يوصل ويانا لنتيجة أنه نسوي مناقلات داخل الموازن. الموازن أصبحت يمه هو والسادة الوزراء، بإمكانهم تحويل المناقلات من باب إلى باب حسب الرؤى اللي إحنا نجدها. يعني أكو أبواب معينة في وزارة التربية والصحة، طبعاً أنا ما أقول لك أيضاً فقط التربية، الصحة، قطاع التربية وقطاع الصحة تعبان جداً، واقع مرير جداً، ملتزمين بأمور إدارية معينة تقرها وزارة المالية، أنه أنت عندك هذه الباب تصرف من عندها. زين ست عذر المقاطعة، يعني أنت إن شاء الله هذا الله سهل، وأنت خبتي كعضوة في مجلس محافظة واسط، في أي جانب راح تقدرين تبدعين؟ يعني وين؟ تربية والصحة. تربية وصحة. بالتالي شو تقولي للناخب؟ شو توعديه؟ أو ما أعرف يعني مش تقترحين عليه وإحنا مقبلين على الانتخابات في 18-12؟ وصيتي للناخب، رجائي من عنده، أن تضع صوتك في المكان الصحيح، ولا تجي بعدين تعاتب أنه فلان موضوع ما سويتونا إياه، هذا الموضوع متلكئ، هذا الموضوع. يا أخي الصوت صوتك. الآن أنت، أنا خلال الآن حملت الانتخابية أصل لكثير من الناس، ويعرفوني وأعرفهم، فيقولوا لي أنه ست الموضوع كذا، الموضوع كذا، الموضوع. طيب قلت لهم ما مجالس المحافظات معطلة من 2019 وأنتوا عندكم أعضاء مجلس نواب موجودين انتخبتوهم. طيب يا أخي أوصل له خلي حلك هذه المشكلة. يقول لي غلق جهازه، أصبح ما يستقبلني بالبيت. إذن المفروض قلت له الآن أنت تضع صوتك في المكان الصحيح، انتخب ابن ولايتك الموجود يمه اللي أنت تواصلني وأواصلك. أنت الآن مرت فترات كثيرة أنت تنتخب من خارج القضاء ولا تقدر تعاتبه. يقول لك أنا قضائي قد يكون أي قضاء آخر، لا أريد أجيبه على التعيين. فأنت يقول لك أنا ما ملزم بيك، مو قضائي. فأنت هذا خطأك، انتخابك الغير صحيح للشخص أدى بيك لهذه النتيجة. زين شلون ينتخبوك وإحنا سمن دخلنا ولا صورة ولا كذا حملة انتخابية؟ الحملة الانتخابية شلون دت؟ بس اختصار لو سمحتي، لأن المخرج ليش؟ الحملة الانتخابية بدت صار لها 5 أيام. إحنا نعرف أنه كثير من، خلينا نقول كثير من الأفكار لدى هسه نقول بعض. يعني أنت على شنو معاولة؟ الأسبوعين الأخيرة. الأسبوعين الأخيرة تبدي يلا مسألة اللافتات، رازدة مبلغ اللافتات وفيديو، يعني أكو هذا مبلغ إن شاء الله بالممكن اللي عندنا نفي بالغرض. الكارتات الآن خير وسيلة من هذه المواضيع اللي تقول عليها بالشارع كذا. الآن الكارتات ده توصل لأبعد مكان ممكن أنت توصل، قد يكون اللافتة ما توصل إلا في أماكن محددة. سألت شخص قال لي يعني راصد 100 مليون، منطقي هذا المبلغ؟ والله يعني هاي بعد هو روحي. الراتب لو نحسبه ال4 سنين هو 2,600,000 مو تقريبا اقل بعد الاستقطاعات اللي سواها الدكتور يعني العبادي، اقل من 100 وتقريبا 22 مليون. قد يكون هو شخصيا متمكن ماديا، يعني ما عنده حسابات اخرى مثلا؟ لا، قد يكون هو متمكن ماديا فيقوم بهذا العمل، قد يكون هو يحب اكو عندنا هو يبرز بالمجتمع وكذا يحب. وربما يريد يقدم خدمه ان شاء الله، اتمنى له. وبالتالي احنا ايضا نتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله تكونين عضوة بارزه في مجلس محافظه واسط، تقدمين الخدمات في جانب التربيه والصحه. وشكرا لك سيدنا، ممنونه جدا منكم وشرفتونا اليوم بهذه الزياره، وان شاء الله اللقاء القادم يكون بعد 18-12 ان شاء الله في مجلس محافظه واسط. ثقة عالية وإحنا ندعمها ونشجعها إن شاء الله. إذن مشاهدي الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجديد مشاهدينا الكرام. مثل ما تشوفون مناطق عشوائية موجودة في كل مكان، سواء في بغداد أو في واسط أو في بابل أو في كل المحافظات العراقية. فما أعرف يعني هاي ما أدري شو وقت يعني نخلص من هاي المناظر، والناس اللي ساكنين بهاي البيوت يعيشون بوضع محترم وبيوت صحيحة، تنبني لهم بيوت واطئة الكلفة بطريقة تكرمهم، تكرم عوائلهم وأطفالهم، مدارس على كل. أنا بعدنا بواسط
وسلام عليكم. شلونكم عيني؟ شلون صحه؟ تعالوا يمي هنا بلا زحمه عليكم. هاي المنطقه شو اسمها عيني؟ ناحيه سيد الشهداء. ناحيه سيد الشهداء قضاء العزيزيه. ها شنو هنا شو مخطط القاع؟ شنو هاي؟ حاليا مدرسه. هاي هاي مدرسه. مدرسه اي لان هاي كانت اكو قبل مدرسه. اي صار ورا السقوط انه تفلشت على اساس يسوي لها تعمير وانتهكت انهملت. اكو بعض المواطنين لو جاء المنطقه باشروا بيها. اي ها دعوا بيها اخذوا هسه بدت انه تبدي المدارس اللي على الحمله على المدارس. عندنا مدرسه بلد جديده وهاي مدرسه هسه حاليا قيد الانشاء. ليش هاي المنطقه ما بيها مدارس؟ شان كانت ابد ما بيها مدارس. اكثر شيء متوسطات ما يوجد بيها متوسطات. بالتالي مشاهد الكرام هسه لو نشوف بالكاميرا انه حقيقه بناء ويبدو هذا البناء ممتاز لمدرسه تحتاجها المنطقه. اكيد راح نعرف منه اللي كان سبب انه تكون هاي المدرسه تنبني بهذا المكان اللي تحتاجه المنطقه. واحنا ناكد على مساله انه بناء المدارس ليست حاجة فقط وإنما هي أمر مهم، مطلب مهم. ليش؟ كل ما تنبني مدارس كل ما طلاب يجوها أكثر، تستوعب أكبر عدد ممكن من التلاميذ. يعني أكو تعليم، أكو إدراك، أكو وعي، وبالتالي تقل نسبة الأمية اللي زادت في الآونة الأخيرة. اليوم الأمية بالعراق أصبحت الأعداد مخيفة. يترك الدراسة، يحاول منه ومنه يلملمو له الوضع ويشتري له ستوتة أو تكتك أو أي شيء حتى يشتغل أي شغلة. هاي إذا قدر يشتريها هو أو يشتغل عليها. مآسي. بالتالي وضع البلد اليوم أحسن. تحركات من قبل رئاسة الوزراء ممتازة ونقدرها ونتمنى أكثر. جاءتنا انتخابات، نتمنى بهاي الانتخابات تكون مشاركة أكثر حتى يختارون الشخص الصحيح اللي يقدر من خلال التصويت أثناء جلسة مجلس المحافظة يقر ويشرع القوانين الصحيحة اللي يحتاجها المواطن العراقي وفي كل المحافظات العراقية. خليكم ويانا. أريد أعرفكم على أيضا شخصية مرشحة إلى انتخابات مجالس المحافظات في واسط. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أستاذ؟ شلون الصحة؟ مرتاح إن شاء الله؟ الحمد لله. الله يخليك الله يحفظك. عرفنا بنفسك. المرشح السيد أحمد الحاج سهيل العليوي الغشامي، مرشح عن محافظة واسط قضاء العزيزية ناحية سيد الشهداء منطقة مزرعة الصويرة. نشرف. الله يسلمك يحفظك. الله يحفظك. وبالتالي هاي المنطقة ايش تحتاج؟ هاي المنطقة تحتاج هواي خدمات. من ضمنها المدارس. مثل ما تطرقت حضرتك. مثل المجاري. مجاري تقريبا 100% كملت. بس باقي صاب، تبليط، أرصفة، مثل متنزهات. احنا هاي المنطقه تفتقر الى المدارس. مدارسها كلها من الستينات والسبعينات. زين. يعني هاي المدرسه كانت اسمها قبل بالماضي ثانويه 17. هاي تفلشت بال 2013. كانت يعني مثل ما يقول 24 صف واربع مختبرات. يعني مدرسه نموذجيه. نعم. ان ذني قبل ماكو كل محافظه وكل قضاء خلوا مدارس نموذجيه. نعم. فتفلشت. عندنا هسه بالصويره وحده، عندنا بالعزيزيه وحده مثلا قائمه. بس المهم تعرف الاجراءات مثل ما يقول صارت تخبطات بالاعمال المجالس البلديه. نعم. كل من يريد يبرز يفلش ويبني وهاي ما كانت فلوس. بس من جانا داعش ما طب ولا اي موازنه تحولت المحافظه. تحولت الموازنات كلها للحرب. احنا بال 2019 ذهبنا المديريه العامه تربيه واسط. المهم اثناء ذلك الحديث طرقنا مع مدير تربيه واسط الدكتور احمد العتابي الله يجزيه الخير، واستحصلنا من عنده موافقه مدرسه بناء 12 صف، لان مناطقنا تخلو من البناء قديم. كله عندنا اقدم مدرسه بال 66 درسوا بيها مثل هواي
نواب هسه حاليا، وزراء، شخصيات، قضاة، كلهم درسوا مدرسة العاصفة. مدرسة العاصفة هاي موجودة، مدرسة آمنة بنت وهب هم درسوا بها بالستة وسبعين، يعني بالستة وسبعين يعني هاي قديمة. وعندنا آخر شيء مدرسة بنت بالتسعة وسبعين، وهاي المدرسة هسه بالألفين وتسعة عشر استحصلنا موافقتها، والآن يلا باشروا بها قبل أربع سنين. 12 صف مو قليل؟ 12 السد حاجة أفضل من هسه عندنا دوام مدارس ثلاث دوامات. إي لأن عندنا بس أربع مدارس، وكل مدرسة بيها تقريبا إلى 800 طالب 900 طالب المدرسة الوحدة، فهاي صار. أنت ليش رشحت نفسك حتى تصير عضو مجلس محافظة واسط؟ والله رشحت نفسي أول شيء من قبل الناس، قبل عشيرتي، من قبل أصدقائي، من قبل المعاناة اللي عشناها، وما حد يمثل منطقتنا، بالأخص منطقتنا ما حد يمثله. هاي منطقتنا تجي من منطقة سويدي لما توصل للعزيزية، ما عندنا عضو مجلس محافظة بها، ما صار أبد بها، صار واحد بها. والمهم ما شاءت الظروف أن مثل ما يقول أني عمر، وهاي غير أمور. إيش قد التسلسل مالتك؟ التسلسل مالتي 23، قائمة مالتي 143 بشريعة عراق. أتمنى لك التوفيق. قل لي هاي شنو هاي البيوت هنا؟ هاي البيوت بعد 2003 صارت مناطق عشوائية، يعني مثل ما يقول اللي مو العائلة كبرت أستاذ، يعني العائلة من نفر إلى نفرين ثلاثة. هواي أكو مناطق عشوائية عندنا، هواي مناطق عشوائية أكو. هسه إذا أخذت المنطقة الثانية، منطقة الجاهزة، عندنا البحيرات بيها. هاي البحيرات أتمنى من الدولة، أن تنهي موضوعها. إيش بيها؟ تصير قطع أراضي للناس. يعني هسه أنا على سبيل المثال موظف صار 18 سنة ما عندي قطعة فيها. أكو هواي موظفين 30 سنة 25 سنة ماكو، لأن ماكو جيعان هنا. إحنا نطلب من رئاسة الوزراء، نطلب من الجهادات العلاقة، نطلب من سيد المحافظ بين يكون صاحب قرار وينهي أزمة الأسماك هنا. تعرف كم قطعة هنا؟ 3000 قطعة. يعني شكو موظف هنا على مستوى ناحية تاج الدين وسيد الشهداء يستلم قطعة، هاي مخططة من قبل البلدية، والبلدية حاطة إيدها عليها. شنو هنا أكو بحيرات هسه؟ أكو بحيرات مال أسماك وده شبك، والمنطقة متأذية. من تابعة؟ تابعة للموارد المائية. إيه؟ تابعة بيها أسماك؟ بيها أسماك ودواجن موجودة. بس هاي إذا لو تنتهي هاي المرحلة. زين أنتم مستفادين من هاي الأسماك يعني؟ ما مستفادين منها. ليش؟ حتى عمالنا حتى من المنطقة ما يشتغلون عمال. ليش؟ شنو السبب؟ 5% عمال ما يشتغلون. ليش؟ بيها أسماك هواية؟ أسماك هواية خير من. وين تروح الأسماك؟ مدى يستفاد منها؟ تستفاد من عندها اللي هو مثل ما يقول هو اللي مستثمرها. مستثمرها؟ إيه مستثمرها أهل يعني. إيه كانت قبل العماد الشريف. أحد رجال الدولة قبل عماد الشريف. إيه فبهالأثناء إجوا ناس كلمة لليوم هسه أنا على سبيل المثال عندي قدرة أرد أستثمرها. إيه بالاتفاق يعني بشكل قانوني. إيه بالاتفاق بشكل قانوني هاي. تمام. بس إحنا نريد. هنا بيش كيلو سمك؟ الكيلو السمك هنا بسبعة ونص. سبعة ونص. إيه سبعة ونص. المفروض بيش يصير؟ المفروض يصير بثلاثة، ثلاثة ونص. ليش إيش غالي؟ والله بصراحة أول شيء إحنا عتبنا على جهادات العلاقة. جهادات العلاقة سدت البحيرات كلها هنا اللي موجودة بالمناطق، فصعد مو بس بمحافظتنا، سبب شحة المياه. نعم. تعرف الدولة هي كلها سبب شحة المياه. نعم. تعرف اليوم المواطن قوته يعني كلش 5000 دينار 10000 دينار المواطن الفقير، بس انا اقول لك اللي عنده راتب واللي عنده غير امور لا متمكن والحمد لله والشكر. احنا نطالب الطالب خاصه محافظ واسط دكتور محمد جميل المياحي، هو ما يقصر، رجل شاب ورجل عملي ويشتغل. احنا نريده ينظر لنا مثل ما ينظر للقضاء، للمركز مال واسط او للحي او للنعمانية او للعزيزي او للصويرة، ينظر لمنطقتنا. منطقتنا هواي محتاجة، صحيح اكو عمل، صحيح اكو شغل، بس لكن بطيء من قبل تعرف الاجراءات القانونية. اليوم احنا نريد اجراء قانون سريع. نفذ عندك بلدية، نفذ. شلون ما تنفذون بالحفرية، شلون ما تنفذون بالصويرة، نفذ قرار بلدية. للعلم منطقتنا المزرعة والتلمية وطليحة تشكو من هواي خدمات، يعني على سبيل المثال المي عندنا بالصيف يعني معاناة،
معاناة. خابر أحمد خابر للكود، خابر أحمد خابر بغداد، خابر أحمد خابر القائد، راح نطلع تظاهرات راح نسويك يا معودين يا لاجئ الخير، حلونا شغلة المي، خاصة إحنا المي انبوب، انبوب موجود، موجودة تكلفته تقريبا 1,800,000,000 كل سنة، يقولون إيه استحصلنا الموافقة وحبر على ورق. زين أنت إن شاء الله من تنجح وتصير عضو مجلس محافظة واسط، شنو اللي تقدر تقدمه ويا لجنة تلقى نفسك بيها؟ والله أنا إن شاء الله لجنة الخدمات إن شاء الله، إن شاء الله، ولجنة التربية أيضا، لأن بسبب ذلك جاي نشوف معاناة من قبل الأهالي، هواي هواي معاناة، ومعاناة من لجنة التربية، لأن التربية مو بس مناطقنا، مو بس المزرعة، التلمية وطليحة دواميًا وثلاث دوامات، التلمية مدرسة عندنا البنات ثلاث دوامات، يعني طالبة توصل لأهلها بالخمسة ونص. شنو مسامعك عن علاقة مجلس المحافظة بالمحافظ؟ وشون المفروض تكون هاي العلاقة؟ بالمناسبة بالنسبة لمجلس محافظة السابق لو شايعت له الظروف، مثل ما مجلس محافظة كان بال 2005 لحد 2009، مجلس محافظة من 2009 لحد 2012، هذا المجلس كان أفضل مجلس من 2013 لحد هاي، حتى هو المحافظ مثل ما يقول كمل مسيرتهم. هاي الخطط هسه المحافظ، محافظ واسط اللي كان يمشي بيها، هاي كل هاي كانت منفذة قديم، مثل مشروع الصويرة بال 2009 من زمن كان عادل مهودر. أنا عندي معلومات وافرة عن المحافظة واسط، يعني ده أسولف لك أرقام حتى بيها. نجي للخدمات بيها، يعني حتى جاء محمد صاحب الدراجي وقتها ذاك بال 2012 من صار وزير حتى رجع على الصويرة، وهاي الشركة الصينية تلكئت بسبب داعش وأمور داعش وغير أمور، وتعرف أنت اللي جرادس. خلي ندخل المدرسة. هاي المدرسة بال 2019 استحصلنا موافقتها. إحنا نشكر أول بداية نشكر مدير تربية، لأن هو استحصل لنا الموافقة. وكانت إحنا عندنا لجنة تنسيقية، أني ودكتور مهدي، دكتور أحمد، دكتور كريم، وسيد صلاح. المهم إحنا كنا لجنة تنسيقية هنا، لأن ما حد كان يمثلنا بالأعضاء المجلس البلدي. فالمدرسة بال 2019 شهر السابع استحصلنا موافقتها من قبل تربية. أكو مشاريع هواية المفروض تنفذ هنا. تمام. وبالتالي مرات انه اعضاء المجلس ربما بعضهم، طبعا مو بس هنا بواسط، في عموم العراق، يعني يكونون تحت تاثير المجاملات. السلام عليكم. تحت تاثير المجاملات او ربما وجهه نظر الحزب اللي ينتمي الى هذا العضو. بس اسمح لي. بالتالي انت لو صرت بهيجي موقف او صار فت قرار معين انت مثلا ما راضي عليه او ما مقتنع به، ها تصوت عليه؟ لو تقول، لو تبدي امتعاضك، لو اصلا يعني مثلا تعترض، شو تسوي؟ والله بصراحه استاذ لو جامل يعني حسب شوفوا الروج شلون ماشي، يدرون بي انا مثل ما يقول انا صراحتي. اكو بعض الناس هواي يكرهوني بصراحتي، غير اكو بعض الناس، بعض مو الكل، وبصراحتي اجيب هواي شغل، وبصراحتي اقول كلمه، من أقول كلمة أنا لازم أنفذها، لأن أنا مسؤول عليها. اليوم أنا لازم أن أصير مجلس محافظة، لازم أصير صاحب قرار. أنا ما أخلي زيد أو عمرو تعالي طبطب علي اسكتوا، لا أنا ما أسكت، بالنسبة لي ما أسكت، خاصة إحنا طبيعة عندنا، وإذا تريد أسأل علي هنا بمناطقنا، أنا هذا بيت والدي بعد هاي المدرسة، بيت والدي وأهلي كلهم هنا، كلهم أهلي دولة، كلهم أهلي وجيران وناسي. احنا حافظنا على المدارس، حافظنا على هاي المدرسه الثانويه 17، حافظنا على المستوصف، حافظنا على الشركات اللي هنا موجود. احنا تفرقنا كنا والحمد لله والشكر، ما اقول لك ما مدينا ايدنا على الحرام والحمد لله والشكر، ما اقول لك احنا منزهين، انسان عنده اخطاء مصايله ولا يصير اخطاء، بس الحمد لله والشكر. شنو رسالتك للي راح ينتخبون المواطنين؟ شو تقول لهم؟ شو توعدهم؟ رسالتي للناخبين وطلعوا للانتخابات، اولا لا تبقى خامل واختار الصح، لا اقول لك تختار احمد السيل، يجوز اكو واحد اكفأ من احمد السيل، اختار غيره، بس انا اقول لك شغله واحده، لازم تغير. هاي المرحله انا اسميها، انا عندي معركه، هاي معركه، هاي الانتخابات انا عندي معركه بالنسبه كاحمد السيل ومرشح منطقه المزرعه والتلميه وطليحه والحفريه كلها. حتى تسلسلك تسلسل 23 المحافظه واسط،
رقم القائمة؟ رقم القائمة 143. احنا نتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. ان شاء الله ربي نشوفك في مراكز متقدمة وتقدر تحقق خدمات كبيرة من خلال مجلس المحافظة. وتحقق كل الأشياء اللي تريدها من خلال لجنة الخدمات. ونبارك بيك. الله يسلمك. نشد على إيدك. ومشاهدينا الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. مثل ما تشوفون احنا في مولده. طبعا احب اشكر صاحب المولده اللي سمح لنا نصور بالمولده مالته. هاي شجاعه من عنده. الهدف انه نريد نسلط الضوء على واقع الكهرباء هنا ناحيه سيد الشهداء في واسط. واكيد المولدات ومعاناه اصحاب المولدات ومعاناه المواطنين من بعض اصحاب المولدات. ويوم الواير انقطع ويوم الجوزه احترقت ويوم غاز ماكو ويوم اكو غاز ويوم ما اعرف شنو. مشاكل كثيره جدا يعاني منها المواطن العراقي. واذا فاتت سياره كبيره وقطعت الواير ولازم يدورون الواير لو يقول لي روح جيب فدفتين ثلاثه. وهاي كلها مصاريف المواطن يتحملها فوق ضيمه. بالتالي ما اعرف يعني مساله الكهرباء المفروض لها حل. وهذا الحل يجي من الناس اصحاب الاختصاص. وبالتالي اصحاب الاختصاص المفروض هم يكون لهم الكلمه الفصل. اصحاب الاختصاص منو؟ الشرفاء الوطنيين اللي المفروض يلقون حلول. ويوم المحوله وهاي المحوله 250 وما تكفي بصير عليها لود هوايه ومشطرين من غير مناطق. لو مثلا لا هاي المحوله 400 وبعض المهندسين مع الاسف مع احتراماتنا لهم كلهم لكن نسمع والمصادر موثوقه هذا يبيع المحوله وذاك ما ادري ايش مسوي وقصص كثيره كلكم تعرفوها. زين الحل شنو؟ اجينا هنا في ناحيه سيد الشهداء في واسط حتى نلتقي بشخص ايضا مرشح هو الانتخابات مجالس المحافظات تحديدا هنا في واسط حتى يشرح لنا وضع الكهرباء شنو بواسط. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام. شلون استاذ؟ شلون صحة مرتاح ان شاء الله؟ لنا كل شرف ان شاء الله. الله يخليك الله يحفظك. ممكن تعرف له بنفسك؟ المهندس وليد فنجان حرز الشماري. شنو اختصاصك بالضبط؟ مهندس ميكانيكي اعمل في محطة واصلة حرارية. ممتاز. شنو؟ كهرباء شركة انتاج الوسط. الله يخليك الله يحفظك نشرف بيك. حياك الله نشرف. ايش قد تسلسلك ورقمك؟ القائمة 143 تسلسل 7 ان شاء الله. نشرف بيك. الله يبارك فيك اخي العزيز. بالتالي انت باختصاص تمام ان شاء الله تشتغل بهذا المضمار. ممكن تشرح لنا وتبين للساده المشاهدين شنو واقع الكهرباء اليوم بواسط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه لك اخي الطيب جمع الكادر المتابعين ان شاء الله. تفضل. بالنسبه للكهرباء واقع مرير جدا. تعرف ان الكهرباء لها مساس اساسي مع المواطن. صح. كل الحياه بلا كهرباء ما تمشي. الكهرباء ما عندنا حاليا. الكهرباء مشكلتها عصيبة ما وجدنا لغاية الآن من اللي وصلنا إلى حل. للعلم احنا عندنا محطات إنتاجية في كل العراق من ضمنها. خلينا نتحدث اليوم مثلا عن محطة واسط حرارية في محافظة واسط. محطة واسط حرارية تعتبر من أكبر المحطات الإنتاجية في العراق بقدرة 2540 ميجا واط على 6 يونتات كل يونت 330 كمرحلة أولى في 4 المرحلة الثانية 610 في 2 يعني المجموع 2540. المشكلة اللي نعاني منها احنا بالعراق كل المحطات الإنتاجية ربطها على التوالي وتصب في دوائر الوسط. وسط يعني اقصد انا السيطرة الوطنية. ونرجع يعني الكهرباء تطلع مثلا من واسط وتروح للسيطرة الوطنية وترجع من السيطرة الوطنية توزع على المحافظات وهذا يسبب هدر بالطاقة. يعني ايش قد يروح بالسلك ضائعات ايش قد يرجع بالسلك ضائعات. اولا اثنين محافظتنا محرومة. محرومة منين؟ النقطة الأولى من التوزيع العادل. لا يوجد توزيع عادل بالنسبة لمحافظة واسط اطلاقا. يس. ما نعرف بعد هذا وضع البلد اكو اتفاقيات فيها. لكن احنا كاتفاقية من بداية الانشاء مالتها مع السيد الوزير الاول يعني في تاسيسه اعتقد كان كريم عفتان بين واسط كريم عفتان الجبيلي اتذكر باقته 2010 بين واسط تبقى 24 ساعه مستمره. بقينا اكثر من 4 الى 5 سنوات 24 ساعه.
تعرف انت اليوم الكهرباء في تزايد، يعني السنة انت مثلا نضرب مثل ببيتك سبلت واحد، السنة جاية اثنين، السنة جاية ثلاثة، يعني لازم نضيف احنا كل سنة 15% اقل شيء، اقل تقدير هذا 15%. حاليا الواسط تحتاج الى 1650 الى 1700 ميجا. نعاني من فصل الصيف باعطاء 50% من قطرة واسط، وهذا يسبب هدر البطاقة الكهربائية الى بقية المحافظات بدون نتيجة. يعني السبب احنا اليوم نريد، يعني ياخذون من واسط، من واسط من طول غير المحافظات، هي المحطة متورة، يعني تصير محطة واسط الحرارية، هي محطة العراق صحيح، لكن يحتاج لها توزيع عادل. التوزيع العادل اليوم يجي ضمن خطط وضمن اساس بالموضوع. انتاج الطاقة الكهربائية ما يراد له، يعني ستة اذا تشوف الكلفة مالتها اعتقد اول اربع يونتات مليارين وربع تقريبا دولار. هسه احنا بمكان ما كل سنة نجيب الصيانة ورجع الصيانة ونشتري ميجاوات الميجا كذا ب 15 دولار او 20 دولار، اسس على الاقل اسس محطة بكل محافظة، اخلي محطة انتاجية نخلص بعد من هذا الموضوع، نخلص منين؟ نخلص من مشكلة الكهرباء اللي عانى معتها الشعب من 2003 لغاية الآن. مصر ثلاث سنوات 14000 ميجا أتم الإنشاء، انتهى الموضوع لغاية الآن، مصر كهرباء مستمرة على. إحنا ليش يعني واسط بسبب المحاصصات السياسية، بسبب ما عرف يعتبروا خراب للبلد كذا، ما يريدون المواطن العراقي يستقر، هذا السبب الأساسي. ليش عندنا أموال؟ العراق الأول اعتبره يعني بالدول العربية من ناحية الأموال. الموضوع الثاني اللي هو الأساس توزيع واسط. احنا حاليا محافظة واسط من أغنى المحافظات العراقية لغاية الآن، فرع تابع إلى شركة الوسط، فرع تابع إلى شركة الوسط. يعني إذا مثلا نحتاج مواد صيانة، إن كان عطب محولة، إن كان ضفيرة، إن كان أسلاك، إن كان أي شيء لأغراض صيانة، نخاطب شركة الوسط، وشركة الوسط إذا دزنا مثلا للمخازن، المخازن بالفلوجة، يعني أنا بيتي بالكويت أروح للفلوجة أجيب محولة مثلا، هاي نقطة أساسية. التجاوزات كثيرة، التجاوزات جدا كثيرة، لكن بطبيعة الحال هذا العمل موجود. احنا كمرشحين اذا الله سهل ان شاء الله عبرنا الى قبة مجلس محافظة واسط، انا يعني مثل ما اقول طموحي طموح اكون رئيس لجنة الطاقة، هم عندنا بد نقاط اساسية نعمل عليها. طموحنا نعمل على تأسيس شركة واسط، توزيع واسط، حتى نخلص من ربطنا بالمحافظات. شنو احنا مرتبطين ببغداد وبصلاح الدين وبالانبار وبديالة، هذا السبب ارباك عمل. عندنا نقطة ثانية اساسية اللي هي شركة نفط الوسط. احنا لغاية الان محافظة واسط من اغنى المحافظات العراقية، باعتبار عندنا حقل الاحدب، عندنا غاز البروم، عندنا حقل البدرة، وهم يعني هذه الحقول النفسية اللي تغذي الغاز اويل واللي ناتشرال واللي كرود الى محطة واسط حرارية. لغاية الان مرتبطين بشركة نفط الوسط، ان شاء الله نعمل على تأسيس شركة نفط الوسط، على شركة مصفى واسط. اولا يعني خاص بواسط، كل شيء خاص، ان شاء الله ان شاء الله نعمل على الموضوع. انت تعرف التغيير والتأسيس ما يجي بسرعة، يعني يحتاج له ناس اكفاء، يحتاج لتعاون ما بين الاعضاء ما بين المحافظين. احنا بهاي الفترة الأخيرة اللي مرت علينا من انتهت مجلس محافظة 2019 لغاية الان، محافظة واسط بدأت تنشط شوية بفاي مشاريع، لكن عندنا هي النقاط الأساسية ما عملنا عليها. زين، بالمقابل الوزارة، وزارة الكهرباء أيضا عليها ضغوطات، أبسط شيء مسألة الجباية. نعم، كل واسط تدفع فلوس للوزارة الكهرباء، تريد تقول أكو تجاوزات. واسط المحافظة الأولى اللي جبايتها مستمرة من السقوط اليوم، من سقوط 2003 عندنا قانون جدا صارم بواسط حقيقة. ايش قد القائمة تجي؟ القائمة يعني اقل منزل يجي 32000 دينار. ليش؟ لان اغلبها تقديرية. التقديرية ما راح يكون فد نتيجة ايجابية. ليش تقديرية؟ مو المفروض اكو مقياس؟ المقاييس احنا نرجع علما للتجاوزات. هسه اصحاب المقاييس الاساسية ما عندك المشكلة بيقصد يعني الملك والصرف وكذا. تعرف دخلت لنا انت منازل زراعية، يعني احياء زراعية هواي.
هذه ما بيها مقاييس عدادات اساسيه لغايه الان، حتى ورقه الجبال اللي تجيهم باللون الاحمر يعتبرهم نظام ثابت 25,000 هاك تجاوز. لا والطابو لا مو شيء، يعني 32,000 الفرعيات، التجار يعبر 40,000 50,000، عندك الزراعة كذلك. هم أكو تجي ديون بمبالغ مليون ومليونين وتجي؟ أكو اللي ما يدفع، بس عندنا إحنا قانون صار وعندنا دولة يقبضون الكهرباء عنا، وبنفس الوقت متساعدين مساعدينهم يعني على القسط الشهري كذا كذا لحد ما تقبل. إحنا في بغداد ضغط كبير على الكهرباء، وبالتالي يعني تنقطع ولو في هاي الفترة. نعم. الأمور طيبة يعني الحمد لله وشكر، وزارة الكهرباء وضعها جيد جدا، والكهرباء الوطنية ممتازة، لكن في أيام الصيف لا تنقطع الكهرباء، سير لود وين على المولدة، بالتالي المواطن يقول لك أنا شنو أدفع هنا وأدفع هنا، شنو ذنبي لو تطوني وطنية كهرباء حتى أدفع الجهة واحدة، لو أنا استمر لأبو المولدة أدفع له وأكون تحت رحمته مثل ما يقولون. هذا راح نرجع للتوزيع الغير عادل بين المحافظات. أنا قلت لك هسه إحنا المفروض محافظة واسط على الأقل يعطونا فد 20 ساعة، يعني ثلثين بثلث بيها مجال. أنت من تعطيني 50% وأنا عندي محطة إنتاجية اللي هي عصب وزارة الكهرباء، محطة واسط الحرارية عصب وزارة الكهرباء. زين أرد أسألك سؤال أستاذ، بالنسبة لمسألة الضفيرة ذكرتها أنت. نعم. عملية هاي الضفيرة غير المفروض أسلاك وأعمدة وفتشي مرتب؟ واقع اتفاق الشركات مع الوزارة أغلبيته صار على نظام الضفيرة. ليش؟ بعد هذه تعرف أكو خبراءكم مستشارين بالطاقة. حل سريع يعني. إيه لكن هي. بس هو يا أحسن. الأسلاك. الأسلاك أفضل، تتحمل قوة. تتحمل قوة بالشتاء لأن برد، وتحمل بالصيف. يعني أكو لجان من الوزارة تجي تفتر تشوف الأسلاك وضعها عمرها أكيد الافتراضي. أكيد أستاذ كل شيء أكو، بس هو واقع الحال. نفس الوقت ما ينفذ اطلاقا ينفذ. زين انت لو صرت عضو مجلس محافظة واسط ان شاء الله، ان شاء الله شنو اللي تقدر تقدمه وشنو هو اللي تقدر توعد به المواطنين اللي المفروض ينتخبون يوم 18/12؟ ان شاء الله احنا اكيد عندنا عادين خطة كاملة للكهرباء بالتعاون مع المحافظة المستقبلية، نقول ان شاء الله. خطتنا هي من اولويات عملنا شركة توزيع كهرباء واسط، شركة نفط واسط، شركة مصفى واسط، هذه نقاط أساسية. بقية الأمور كلها فنية، مثلا نخلي الأجهزة الرقمية أو العدادات الرقمية بكل منزل حتى يصير توزيع عادل بين المواطنين، وبنفس الوقت نخلص من التجاوزات. العداد الرقمي نبيه نتيجة. إذن هذا العداد الرقمي منين يجيبون؟ مو المفروض يجيبوه من منشأ رصين ويعمموه كله على العراق حتى شنو؟ مو هاي المحافظة تستخدم هذا العداد، ربما يختلف عمله عن العداد الآخر أو يصير به خطأ مثل ما جابوا نوعية وما اشتغلت وما شنو صار عليها مشاكل. تمام؟ هذا إن شاء الله يصير عمل اختصاص اللجان الرقابية. أكيد عملنا رقابي تشريعي قبل ما يكون تنفيذي، نعمل خصوص هذا إن شاء الله. بكلمة أخيرة للمواطنين اللي المفروض ينتخبوكم كأعضاء لمجلس محافظة واسط، شو تقول لي؟ أقول خلي اختيارك صح. ننخل الأحزاب المتفشية من 2003 لغاية الآن يضحك على ذقون المواطنين ولو بكلمة. احنا حاليا نحكي بالعموم، بس احنا كسيد الشهداء ناحيتنا محرومة 100% من الخدمات من مجال الصحة من مجال التربية. اتمنى تتجول وياي بكل الناحية، يعني مناطقنا حتبدي تقريبا من سيطرة الثلج لغاية تقاطع الصور، هذا محرومة 100% من هذا. أنا أشكرك جدا، حياك الله، أتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا الكرام، إن شاء الله إحنا نخلص من المولدات والوايرات، هاي الوايرات اللي تمتد إلى مسافات بعيدة حتى توصل للبيوت معرضة للتلف إلى غير ذلك، وهاي أيضا معرضة للاحتراق. يعني حقيقة كافي بلد مقبل على ثورة من الخدمات والإنجاز المفروض أنه. نعم أستاذ، عندنا نقطة أساسية طبعا، واسط أكثر من 500 مهندس عندنا خريج جامعات رصينة قاعد بالبيت. ليش؟ وذلك سبب اتفاقات، خلنا من نقول السياسي، أنا غير اتفاقات. شنو قاعد بالبيت يعني؟
ما يعين ما يوظف. ليش؟ كل عمالتنا أجنبية. أتمنى تروح حتى المصاب الزورة مالتنا، العفو الحقل الأحدب، حقل البدرة، كازبون، كل عمالة أجنبية وأغلبهم بدون شهادة. ليش؟ كاف جماعتنا ما يشتغلون. من جماعتنا؟ مهندسين. لا ما نسب عليك، عندنا ما شاء الله فتكتر شبابية دا تطلع عندنا سنة عن سنة. ليش ما يشغلوهم؟ ليش ما يعينوهم؟ ليش عايفينهم؟ ليش هامليهم؟ وزارات ماكو. اذا دوركم ان شاء الله بمجلس محافظه يكون له تاثير كبير، مو ان شاء الله، بس هذه الامور الثلاث نساء، امور وزاريه يعني مو امور محافظات. انت عرف دوار فكر تباط ما له علاقه، مو مشكله. تقدرون انتم تتصلون بالسيد الوزير، تسوون اجتماعات وياه، تقترحون عليه، تاخذون الشباب وتروحون، يعني هواي اكو حلول. تمام ان شاء الله. يلا، وبالتالي مشاهدينا الكرام، نريد نخلص من هذا المنظر، نريد كهرباء تكون بشكل صحيح، توصل للبيوت، مقاييس صحيحة، أرجوكم وحلوها بشكل يخدم المواطن العراقي اللي واكبكم ووقف وياكم في كل الظروف. لا تكونون ضده، أنا يعني أريد أنجز، أريد أبني، أريد أحقق منجز حتى تجي واردات وزارة الكهرباء بالتعاون مع المواطن. مو أجي أفرض عليه قوانين تأذي، والله شنو ده غير المقاييس، لو لا بالتراضي وبيش اللي طيف. دولة غنية الحمد لله، مو فقيرة، لكن المواطن فقير. انتظرونا بعد هذا الفاصل. يلا عيني في مرة. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. مثل ما تشوفون احنا في هذه الملاعب، بس وين؟ بالعزيزية. زين، كليتنا نعرف انه الرياضة لها دور كبير في تنمية قدرات الشباب وتطويرها، وبالتالي احنا حتى يطلع عندنا مجتمع صحي متماسك لازم يتعلم زين ويمارس الرياضة بشكل صحيح. بس شلون يمارس الرياضة؟ يعني المفروض اكو بالمناطق أندية، مراكز رياضية، شاب يلقي ضالته بها بدل ما يروح بالقهاوي يشرب نرجيلة ما اعرف شو يسوي، لو يقشمروه اصدقاء السوء ويضطر من خلال كلامهم المعسول انه يبدي ياخذ مخدرات بكل انواعها. وصورنا في حلقات كثيره شلون المخدرات بدات تفتك بحياه المواطن العراقي وخصوصا مرحله الشباب. طبعا مو بس الولد، حتى البنات. فحقيقه اكو كوارث عندنا بالمجتمع لازم نسلط الضوء عليها من اجل انه نلقى حلول. وبرنامج ابشر قوه الله يحاول انه يكون بتماس ويا الواقع ويسلط الضوء على النقاط السلبية، وإن شاء الله نلقى الحلول. زين، بالتالي هذا النادي اللي هو صاير بالعزيزية بملاعب، بصالة بليارد، رح نعرف أقسامه ونتحدث ويا الشخص المسؤول عنه. لكن وأنا دخلت إليه لقيت يعني بالبداية ظاهر مطلعين من عنده محلات مأجرين، وهاي صير ويا أغلب الأندية الموجودة حتى عندنا في بغداد، طلعون مجموعة من المحلات عيني يأجروها حتى شنو؟ تجيب مردود للنادي. ليش؟ لأن النادي ما بي فلوس، ما بي دعم، ما بي إمكانيات مالية جيدة حتى يقدر يطور نفسه. هو هسه مو بده يطور نفسه، هو ده يتهالك، النادي ده يتهالك. وراح نصور لكم أجزاء ونشوف شنو قصة هذا النادي، وين يردون أصحابه يوصلون، شنو إمكانياتهم، شي يقدرون يوفرون. ليش بالدول المجاورة إنه أكو فد اهتمام بالرياضة؟ من تدخل نادي، أي نادي معين، تلقى البناية نظيفة، تلقى المرافق الصحية نظيفة، تلقى كل شيء مرتب، ماكو عشوائية وفوضى في الأبنية أو الغرف اللي مسويها من ساندويتش بانال اللي خالين بيها يعني فد مجموعة من الأشياء. أكو اهتمام، أكو اهتمام حتى بقاعات المدير، قاعة يعني حقيقة موضوع الراد له وقفة حقيقية. يا جماعة، البلد بحاجة إلى ناس أكفاء، مو أكفاء، أكفاء. ليش؟ حتى من يتخذون قرار يتخذوه بشكل صحيح.
فلازم الشخص المناسب بالمكان المناسب. مو أني أجيب مجاملات وعن طريق هاي المجاملات أجيب سين من الناس، لأن هذا ينفعني في حزبي، ينفعني في الطريقة اللي أفكر بها، لربما طريقة سيئة، وبالتالي يفشل أي موضوع أريد النجاح. هلا كن، خليني أعرفكم على شخص أيضا هو مرشح الانتخابات مجالس المحافظات في واسط، ونتعرف فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك استاذ؟ شلون الصحة؟ مرتاح ان شاء الله؟ الحمد لله. الله يخليك، الله يحفظك. شكرا جزيلا لحضوركم. ما اعرف انا اللي حكيته هسه سمعته مو؟ نعم. اجى بالجول؟ اجى بالجول ان شاء الله. اجى بالجول. كل هذا وصل ان شاء الله، يوصل المعنيين. حدثنا عن هذا المكان لطفا. هذا المكان هو، بس قبل ما تحدثني عن هذا المكان عذرا، اريدك تعرف نفسك للساده المشاهدين وتسلسلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عامر كريم قيطان، رئيس نادي العزيزية الرياضي، مرشح عن قائمة ابشريا عراق، تحالف ابشريا عراق، تسلسل رقم 3. شرف بي. الله يسلمك. صراحة هذا النادي هو كان تابع لنادي الموظفين سابقا، يسمونه نادي الموظفين. بعد تأسيس النادي بجهود الخيرين الرياضيين مثل رياض فرحان وثامر عزيز وسعد حسين الحسن ومجموعة نخبة من الرياضيين لا يسعفني ذكرهم يعني جميعا، ساهموا بتأسيس النادي سنة 92. سنة 92 فحصلنا الموافقات حين ذاك، كان عن طريق حزب البعث المقبور حصلت الموافقات، فأعطوني مثل إشغال بدون لا إيجار ولا مثلا مصاريف عنها. فتعرف قالوا لنا أنتوا استخدموا، بعد تعرف واردات النادي، ما واردات النادي، شلون تستخدم، شلون تجيكم واردات. فقالوا دخلوا هاي المحلات استخدموها أجروها هاي المحلات. ليش الإيجار كل محل؟ كان بوقتها يمكن 25,000 اي شو، استمر لحد 2003 2004. زين، سقوط والإيجار موجود. بعد هاي الفترة البلدية قالت هاي البناية انه، من قالت البلدية هاي البناية انه، بعد احنا رضخنا الأرض الواقع مستندات وش اسمه، وتعرف الهيئات الإدارية، فبديتوا تدفعون إيجار. بدينا ندفع إيجار. بدأت تدفع إيجار؟ بدأ من مليون، مليون ونص، مليونين، وبدأ تصاعد لحد ما هسه تقريبا يوصل مبلغ الإيجار إلى 7,350,000. 7,350,000. زين، منين تطلع هاي المبالغ؟ هاي الإيجار كنا سابقا عن طريق المنح وزارة الشباب والرياضة. قد كان يعطوكم؟ كانوا يعطونا كل 4 أشهر وقت السيد جاسم محمد جعفر، كان يعطينا المنح كل 3 أشهر 8,400,000. زين. يعني بحيث توصل بعد خروج السيد جاسم محمد جعفر من الوزارة، طول فترة السيد عبطان والسيد أحمد رياض لم نستلم أي منحة. زين. من وزارة الشباب والرياضة. السيد عدنان درجال مشكور استلمنا منحتين. قد؟ على 10 مليون. 10 مليون اللي هي سوينا بيها ضمن القاعة. كلها ايش قد اعطوكم اياها 10 مليون؟ بين فترة وفترة، يعني السنة اللي وراها. يعني كل سنة. اما السيد احمد المبرقع لحد الان موعدنا بمنحة، بس تعرف هاي المنحة اللي يعني هاي المنحة الوراحة. هذا المبلغ شو تسوون به؟ هاي المنحة نحن مقسمها ضمن آليات صرف المنحة نقدمها لوزارة الشباب والرياضة. راح تكون هي نشاطات رياضية، نشاطات اجتماعية، ترميم جزء من البناية. يعني تعرف البناية متهالكة، فيا دوب نقدر احنا نطلع جزء بسيط لترميم البناية. تعرف النشاطات هواية، عندنا كرة قدم، كرة يد، كرة سلة، كرة لعبة البليار، لعبة يعني القوة البدنية وكمال الأجسام، تايكوندو، الفنون القتالية، كل هاي الألعاب هي متراكمة، وكلهم هيئات عامة، دول جزء من الهيئات العامة. إذا ما تخليه يمارس بالنشاطات الرياضية من تصير الانتخابات يعتب عليه، أنت كل شيء ما قدمت لي. ما يجي يقول لك أنت مثلا يابا يقول لك عندك فلوس وما وصلت لي. ليش؟ لأن لعبة كرة القدم مغطية على باقي الألعاب. زين، هنا إيش قد هاي ساحة إيجارها؟ هاي بالساعة. الساعة إيجارها هي 10,000 دينار. 10,000 دينار؟ 10,000 دينار، تعرف حسب
مرات اكو صغار يصير 5000 ذول الفئات العمريه ومرات يصير انا اقول لك فقط بالليل يصير كل فريق يدفع 7000 دينار يس يعني اعتبار انه اكو مولد واكو غاز صرفيات اخرى اكو حكام ذني كل اللي يتحملهن هو جزء من النادي يعني تصير صرفيات أكبر. وانت رئيس النادي انا رئيس نادي العزيزية ولكن من خلال ملاحظتي انه وانت هم تفضلت بهذا الموضوع البنايه متهالكه رسمي البنايه قديمه جدا جدا يعني من سنه 1970 وحتى اكو غرفها متوحي بالشباب والطاقه والتجدد كله قديم متهالك السقف كله يعني يريد يوقع البناء عقاده حمامات مو نظيفه تمام فعلا يعني تعرف البنايه هي تابعه لبلديه العزيزية زين واحنا هذا من الملاعب اللي سويناها ساندويتش منال بنايه قاعه البلياد قاعه الفنون القتاليه وقاعه المنضده ذني بعمل ناخذ جزء من المنح جزء من الواردات اللي تدخل في سبيل عن طريق يعني هسه حتى لو تجيكم ثلاث منح نعم يعني على 10 ملايين 30 مليون ما اعتقد يعني تطور من شكل البنايه الموجوده واللي بيها يمكن حتى شفت مفوضيه بيها ودفاع مدني تمام لو تمام مفوضيه تعرف احنا عندنا احنا النادي مو فقط هو لعبه كره القدم والالعاب الاخرى عندي نادي مالتنا بعدة نشاطات ثقافيه ورياضيه اجتماعيه حل النزاعات هو يتدخل بمؤسسات المجتمع المدني فهي من ضمن التعاون بين مؤسسات الدوله انه احنا مستضيفين المفوضيه من 2014 نعم ولغايه الان قد يعطوكم بشهر ما ناخذ من عندهم ولا دينار واحد مستضيفينهم شو يسوي لكم باب التعاون لا اكثر ولا يمشون معاملات يعني كذا المفوضيه يعني بطاقات ما بطاقات هذا تعرف يعني تعرف يعني هي العمليه انتخابيه عمليه دستوريه اذا احنا مثلا نقول لهم يابا طلعوا تعرف احنا مقر النادي هو في منتصف المدينه وقريب على كل بس هذا النادي موجود هنا في العزيزيه بس النادي العزيزيه فقط في نادي العزيزيه الرياضي موجود نادي قد مساحته مساحته تقريبا دونمين الا يعني 4260 او 90 متر زي ممكن نشوف اقسامه ماكو اشكال تفضل اي استاذ هسه هاي قاعه البليارد هاي لا قاعه البليارد والالعاب الالكترونيه اي هنا هاي القاعه بنيناها من ساندويتش بنال بالمشاركة يعني هسه معرضه للاحتراق معرضه للاحتراق بنيناها خطره يعني خطره احنا هاي بنيناها بعد 2014 على اعتبار المنح انقطعت من قبل السيد وزير الشباب السابق عبد الحسين عبطان واحنا مؤجرين من النادي تعرف كهيئة إدارية نبحث عن تمويل للأنشطة الرياضية وباقي الإيجارات البناية فبدينا المشاركة مع أحد الأشخاص اللي هو السيد ضياء بنى هذا كله بالمشاركة مع نادي العزيزية قسم من نادي العزيزية وقسم من عنده في سبيل أنه هو يبقى مستغل هذا المكان بحسب قرار من إدارة النادي بس إذا أشوف هاي الأجهزة اللي تقول عليها هاي الأجهزة الألعاب الإلكترونية جزء بسيط هو هذا الألعاب الإلكترونية جون. أول ما دخلنا للنادي شفت هواية أكو طلاب موجودين والمفروض هم حالين من مدارسهم يرجعون للبيت ما يجون للنادي تمام فبالتالي يعني هذا راح يأخذ من وقتهم من جهدهم من دراستهم فما أعرف أنتم كنادي شلون تتعاملون ويا هيك شيء تخلوهم موجودين لو يعني حد ما يبقى له ساعة ساعتين وبعدين يروح لو تقول له ممنوع لو ورا ما تكمل أو بالعطلة لو شلون صحيح احنا نفتتح يعني الأعضاء هنا بالنادي يفتتحون النادي ويمارسون الألعاب بعد الساعة 11 على اعتبار أغلب المدارس هي بها شواغر بعد ما 11 تطلع الطلاب اللي يجي يلعب كرة قدم يقول لك ضمن المدة المحددة 12 ونص الوحدة تنتهي بعد ماكو لا طلاب ولا عبد كلهم لأن يجون هنا يمارسون بعض الرياضة تعرف أغلب المدارس الرياضة متوقفة أنا مدرس رياضة همين يعني دكتور رياضة فلا التربية لم موفر التجهيزات الرياضية ولا الملاعب المحترمة يعني بحيث أنه الطالب يمارس مهنته الرياضية بكل حرية فيتجهون للنادي نادي بيه كرة قدم بيه لعبة بلياردو بيه منضدة بيه ألعاب بلاي ستيشن يمارس بعض الهوايات التقليل من الضغط طبعا اللي يصير على الطالب
وبالتالي هنا هم اكو نراقيل وهاي الاشياء؟ لا لا، احنا طبعا من الاشخاص يعني اللي مانعينها منعا باتا النرقيله، وال تعرف اكو احنا وعندنا متابعه وحتى عندنا جزء من الكاميرات تراقب التحرك خاصه الشبابي، وتعرف على دائر مدار اعضاء الهيئه الاداريه 9 اشخاص يتابعون متابعه حثيثه خاصه هي شغله المخدرات، وعندنا توجيه وتعاون مع مركز الشرطه دائما اي شغله اي شيء اسمه عندنا اتصال مباشر مع السيد. شلون تعرف الاشخاص اللي يجون لهاي القاعه او قاعات اخرى انه هم مثلا مو يعني في باله انه يروج لنوع من انواع المخدرات مثلا، وبالتالي يبدي يضر الشباب الموجودين هنا يجون؟ شلون تتعاملون ويا هيك حاله؟ صارت عندكم هيك حاله؟ تصير عندنا حالات، بس صراحه احنا ما نعرف هاي الاشخاص، بس شنو احنا عن طريق التوجيه عن طريق المتابعه نقدر نحد من عندهم، ما نمنعهم احنا، مو احنا الجهه اللي نمنع. وهذا ايش قد يكلف الجيم اللي يلعبون الشباب؟ الجيم تعرف 500 دينار. 500 دينار. ايه. اكو مكتبه هنا أنا بالنادي؟ مكتبه لا مع الاسف يعني. لو توفرت لك فرصه وعندك امكانيه ماليه تجيب مكتبه تجيب كذا هيك شيء؟ نعم نعم، المكتبه ضروريه. يعني انواع الكتب اللي تنسجم ويا اعمار الشباب اللي يجون هنا؟ على اعتبار انه احنا النادي هو موقعه مميز بين مدرستين. المدارس من نافع يجون، حتى المدرسين من يصير فيه مكتبة راقية، عندنا اللجنة الثقافية بالمدرسة تجيب الطلاب هم تطلع على النادي همينا على يعني. هسه أنت إن شاء الله الله ييسر لك وتفوز تصير عضو مجلس محافظة واسط، شو تسوي أول خطوة بالنسبة للنادي العزيزية؟ أول خطوة النادي العزيزية إنه أضمن حصتي بمجلس المحافظة وكل الأندية مو فقط نادي العزيزية. أفتح نوادي جديدة؟ لا ما أفتح، أقلل من الأندية، الكثرة العشوائيه مضره هي للانديه الرياضيه، على اعتبار انه راح يصير تنظيم ركيك، وكل ما تفتح نادي كل ما انه هذا يريد تمويل، والنادي مو سهل، يراد له بنايه، يراد له منشات رياضيه، يراد له هيئات اداريه، يراد له عمل، يراد له التنسيق ويا الوزاره. الوزاره هي صراحه يعني ما احكي لك على الوزاره يراد لها انه تجي تشوف واقع الحال، تجي لجنه التقييم مع احتراماتي لهم يطلعون ويفرحون بالموجود، يفرحون فرح يعني ما اعرف يعني ما اقول لك جدلي. من تروح يعرقل المعامله مالتك على فد شغله بسيطه. ليش يعرقلها؟ ما اعرف والله، يعني هسه خصوصا يعني الدكتور موفق عبد الوهاب مؤخر المنحة مالتنا، مع العلم عندنا موافقة السيد الوزير انه يقول يا بجيبوا عقد ايجار لمدة 5 سنوات، عقد الايجار لازم تقبل 6 اشهر تقدمه حتى تحصل عقد ايجار لمدة 5 سنوات، وموافقة السيد المحافظ. زين احنا العقد ساري لازم يكمل، ورا ما يكمل يلا تقدم، وستة أشهر يلا تجي موافقة، وتعرف السنة راح تخلص والمنحة مالتنا راح تروح. زين عذر المقاطعة، أنا المخرج يأشر لي يعني ممكن نصور قاعة أخرى؟ نعم، قاعة الحديد أو هيك شيء. قاعة الحديد والقوة البدنية وكمال الأجسام. أي أستاذ، هاي قاعة الحديد. هاي تمام؟ قاعة الحديد يسموها احنا نستخدمها للقوة البدنية ورفع الأثقال وكمال الأجسام. فيها 3 ألعاب هي طبعاً. 2 لعبات غير أولمبية، واللعبة الأولمبية اللي هي رفع الأثقال. زين ما يخالف، بس هاي القاعة حقيقة كلش مصالحة. نعم. كلش مصالحة. أولاً عذراً يعني مو نظيفة. 2 حتى التهوية مو صحيحة. هذا البراد ما يشتغل ولا ما يشتغل ما ادري. اي يشتغل. الكاربت كله مليان تراب. الاجهزه المستخدمه شيء ما يشبه شيء. الاجهزه المستخدمه. تمام؟ اني مدى اقلل من قيمه عملك وجهدك، لا. نريد ننتشل واقع متعب ونحوله الى واقع باكثر تفاؤل. ان شاء الله. احنا فما ادري رسالتك لمن توجهها. رسالتي صراحه انا اوجهها الى الحكومة المركزية اللي هي رأس مجلس الوزراء، انه تفعل
وتضغط باتجاه قرارها السابق اللي هي 5% للأندية الرياضية. زين. والقرار الآخر اللي هو قرار مجلس الوزراء للمجالس. 5% يعني شنو؟ 5% من ميزانية الدولة. إيه. كل الميزانية تتقسم على الخدمات، التربية، التعليم، الرياضة. إيه. إحنا الرياضة حصتنا من قرار مجلس الوزراء. زين. اللي أكدت عليه. إيه. دعم الأندية الرياضية ب 5%. زين. هذا واحد. الشغلة الثانية. خلي قرار مجلس الوزراء الآخر اللي أكد على دعم الأندية بالأراضي، خلي منحونا الأراضي حتى الأندية تعتمد على نفسها. ليش أنا بس أخذ أجيب من الدولة، أجيب يا وزير يجي يوقف المنحة وتعطل شغلنا، ولي ما تجي المنحة وتندفع ما لها قيمة، تكون صارت أضرار المكان أكبر. من تصير فلوس والوزارة تقوم تنطي، تقوم تدور عقبات. نعم. تخلص السنة والله شنو انت ما جايب لي كتاب فلان، ما جايب لحد وين مثلا، انت من طلعت اللجنه كملوا كل المتطلبات وقولوا يا بها المتطلبات كيتو كيتو خلاص من البدايه. نعم. قد الاشتراك؟ الاشتراك تعرف يعني احنا بمنطقه فقيره، قسم من عندها 500، قسم من عندها مثلا اشتراك 500 دينار؟ اي 500 دينار. طبعا اذا 500 دينار اشتروا شلون تقدر تطور المكان وتعمره شلون؟ يا استاذ يعني التطوير مو سهل، قد يراد له مبالغ. زين هاي بايام الصيف الحار كلش يعني شلون؟ مبردات الخليل اكثر ولا اقل، ما تعرف هاي الانديه ما يحق ان احنا نستخدمها استخدام غير اختصاص، يعني لا تقدر تفلش وتعدل على اعتبار هي تابعه لبلديه العزيزيه، وضمن العقد انه كل شيء يبقى بمكانه. رسالتك للمواطنين العراقيين اللي المفروض ينتخبون يوم 18/12 شو تقول لهم؟ والله اقول لهم صوت امانه. الصوت أمانة، أعطي الصوت لكل شخص أمين، لكل شخص يحافظ على صوته. أما الأشخاص اللي يردون فلوس يردون كذا، هذا المستقبل هو يريد ياخذ يعوض اللي ينطي يعني اللي رايح لهذا المكان في سبيل أنه حقق مكاسب شخصية. مكاسب شخصية. أما إحنا جايين المنصب الحمد لله، أنا دكتورة بالإدارة الرياضية، موظف بوزارة التربية، والحمد لله الله مفضل علي. أنا رايح لمجلس المحافظة لتغيير واقع العزيزية اللي هي صار سنتين أو 3 سنوات بدون قائم مقام، بدون قائم مقام. تغيير واقعها الرياضي، واقعها الرياضي والاجتماعي وكل الخدمات اللي نقدر عليها أن نساعد في إسهامها، خصوصاً هي يعني صراحة إحنا عندنا مناطق حواس والخماس، مناطق العشوائية اللي هم متعكسين انه الآليات البلدية ما تقدر تدخل لها على اعتبار انه مناطق غير نظامية. مع العلم كل انسان كل بالدستور له حقوق وعليه واجبات، وذولا لهم حقوق فلازم نوصل لهم حقوقهم بعدين نفرض عليهم الواجبات. واسأل الله التوفيق. اتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك استاذنا. انتظرونا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. أيضا شخصية أخرى مرشحة لانتخابات مجالس المحافظات هنا في واسط، عمل كعضو مجلس المحافظة من عام 2009 إلى 2019، وبالتالي لديه معلومات كثيرة، يعرف أين مواطن الخلل ومواطن النجاح. من خلالكم نرحب بالدكتور عبد الإله نيرمان الشمري. اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا سيدنا، شرفتونا. الله يحفظك. الله يحفظك. اهلا وسهلا. اريدك تعرف نفسك للساده المشاهدين ورقم التسلسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عبد الله نيرمان الشمري، رقم القائمه 143، ابشر يا عراق، تسلسل 5. نشرف بك. اهلا وسهلا بك. انت اشتغلت في كعضو مجلس محافظه واسط. نعم. ولفتره طويله. نعم. شو المشاكل اللي كنتوا تعانوا منها؟ نعم، حقيقة عمل مجلس المحافظة حسب قانون 21 المعدل يكون على شقين، الشق الأول تشريعي والشق الثاني رقابي، وهو رقابي على عمل السيد المحافظ والدوائر التنفيذية الموجودة في المحافظة ما عدا التعليم العالي والجيش والقضاء، مو ضمن اختصاصات او مو ضمن اشراف مجلس المحافظه. وتشريعي؟ وتشريعي هنالك عده قرارات وتشريعات محليه تم اصدارها من خلال مجلس المحافظه، من خلال اللجان الموجوده هي التي تعد هذه المشاريع والقوانين، وتم اتخاذ قرارات
ونشرها في الجريدة الرسمية لمحافظة واصر وتم العمل بها. حقيقة يوجد في مجلس المحافظة عدة لجان موزعة على الأخوة الأعضاء، وتكون هذه اللجان هي مشرفة على الاختصاصات اللي أو الدوائر التي تتبعها. هناك اللجان لجنة الزراعة ولجنة التربية ولجنة الصحة ولجنة الرياضة والشباب ولجنة الإعمار ولجنة الاستثمار ولجان أخرى كثيرة في مجلس المحافظة. في أي اللجان كانت تكثر المشاكل؟ أكيد يعني بدون شك بأن هنالك مشاكل في لجنة الإعمار. هذه لجنة الإعمار لجنة كبيرة وعمل تعرف في المحافظة عمل كبير جدا، عدة مشاريع موجودة، فهنالك مشاكل في التنفيذ، فتكون لجنة الإعمار هي تعد تقارير من خلال المهندسين المتواجدين في اللجنة. هنالك في مجلس المحافظة عدد كبير من الموظفين في اختصاصاتهم يعملون تحت أمرة أو تحت إشراف رئيس اللجنة، ورئيس اللجنة دائما هو يكون عضو من أعضاء مجلس المحافظة. علاقتكم كأعضاء مجلس محافظة علاقة إيجابية لو تتبع إلى أفكار وميول الأعضاء إلى أحزابهم؟ لا، حقيقة عمل عضو مجلس محافظة لا يوجد تقييد لعمله، هنا هو ياخذ دوره الفعال بمتابعه اللجنه مالته وماذا يحتاج من تطويرها، ويحتاج من العمل والتواصل مع الدوائر المختصه وتقويم هذه الدوائر، ولكن هنالك مشاكل تحدث في بعض الاحيان مع رئيس السلطه التنفيذيه، هنالك متابعات دقيقه من قبل المجلس المحافظة لتنفيذ المشاريع. تقصد المحافظ؟ أكيد محافظ هو رئيس السلطة التنفيذية. ليش يصير هذه المشاكل؟ حقيقة شقين بهذا الموضوع، هنالك قصور، تعرف السيد المحافظ في المحافظة لديه دوائر تعمل ولديه لجان تعمل، والبشر خطاء، فأكيد هنالك ملاحظات على هذا الموضوع. والشق الثاني بعض الأوقات تدخل من قبل أعضاء مجلس المحافظة في عمل المحافظ، هذا التدخل بعض الأوقات يكون سلبي يؤثر على العمل. أنا أعتبر هذا تدخل بعدم فهم دور العضو في دوره في مجلس المحافظة. دور عضو مجلس المحافظة من خلال التشريع الموجود هو دور رقابي، يعني مختصر الكلام هو ورقة وقلم، لجان عنده، موظفين عنده باللجنة يطلعهم يشوفون يكون العمل، إذا خلل به هو المفروض يكتب يطلب من السيد المحافظ تشكيل لجنة تحقيقية أو لجنة رقابة على هذا الموضوع، يتخذ الإجراءات بعد ذلك. لاحظت بهاي الفترة السابقة بأن هناك لا تدخلات في بعض الأوقات في عمل المحافظ. من قبل منو؟ قبل أعضاء مجلس محافظة. وبالتالي المفروض يعني عضو مجلس المحافظة يعرف دوره بالضبط شنو؟ نعم. وتكون العلاقة بينه وبين المحافظ علاقة تنسجم مع الواقع الذي يحتاج إلى تقديم الخدمات وليس علاقة شك. نعم، بصورة عامة أنا برأيي من خلال تجربة بين المفروض تكون علاقة تكاملية بين عضو مجلس المحافظة والمحافظ، لأن عضو مجلس المحافظ جاء من رحم المجلس، يعني المجلس هو اللي يختار المحافظ، وأكيد هو من اختاره على هو يختاره ويقيله فأكيد هو من اختار عضو المحافظ، أعضاء مجلس المحافظة اختاروا المحافظ أكيد على 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 أساس ثوابت أو شروط، فيجب أن احنا كأعضاء مجلس محافظة مساعدة المحافظ من أجل تقديم الخدمات لأبناء المحافظة. هاي الناس من طلعت الانتخابات سيدنا الكريم أكيد هي طلعت لأجل التغيير، لأجل تقديم الخدمات. تدري إحنا ورثنا مع الأسف محافظات تعبانة متهالكة لا توجد فيها خدمات، سنوات السابقة في النظام السابق لا يعني حتى أبسط شيء مدرسة ما مبنية، من الثمانينات إلى سقوط النظام السابق ما توجد خدمات شوارع، مجاري، مشاريع مي،
احنا الحمد لله والشكر الان في محافظه باسط بالخصوص هنالك مشاريع عملاقه، مشاريع كبيره جدا، ولكن مثل شنو هالمشاريع؟ مشاريع تبليط الشوارع والخدمات، المعاهم مثلا، خدمات الاتصالات، خدمات المجاري، خدمات المي، البنى التحتيه اللي تحت الارض، البنى التحتيه. لكن اغلب الاقضيه اللي قدرنا نوصلها وصورناها كانت تأنو من هذه المشاكل. نعم. التبليط والمجمعات السكنية، المجاري، طريقة الاتفاق مع الشركات التي من المفروض أن تنفذ وحسب القانون وحسب المناقصات اللي يقدمها بأوطى العطاءات إلى غير ذلك، كلها مشاكل لحد الآن موجودة. نعم أكيد مشاكل. ولا أنا حقيقة تعرف مثل ما قلت لك يعني أن مشاريع الخدمات الموجودة بعد سقوط النظام خدمات لا تذكر، لا توجد خدمات، من ليس لا تذكر، لا توجد خدمات. فبدأت الفترة بتنفيذ هذه المشاريع. تعرف أكو خلل بسيط، هو عدم الخبرة بتنفيذ المشاريع أو دخول مقاولين ما عندهم خبرة بهذا العمل، بس صار تطور بهذا الموضوع. إذا تلاحظ بهالفترة السابقة خلال هاي خروج مجالس المحافظات صار عمل كبير جدا، ولكن لا توجد رقابة بهذا الموضوع. بعد إيقاف عمل، بعد إيقاف مجالس المحافظات في نهاية 2019 حقيقة أثر، فالمحافظة هي استلمت الدور. المحافظة والمفروض كان أعضاء البرلمان يستلمون الجهة الرقابية حسب قرار إيقاف عمل مجالس المحافظات، المفروض تكون الرقابة من قبل أعضاء البرلمان على المحافظات، ولكن نلاحظ هذا الموضوع ما كان لهم دور كامل. وتلاحظ المشاريع اللي شفناها، المشاريع الكبيرة، مشاريع كبيرة صار بيها تلكؤات، أكو بيها تلكؤات، أكو بيها أصلاً مو بس تلكؤات، أكو خلل بتنفيذها كلها. لا 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 أكيد مو كلها. أكو مقاولين جيدين، أكو مقاولين عندهم حرص لتقديم. إذا أفهم من كلامك أنه الدور الرقابي مهم لأعضاء مجلس المحافظة حتى تتكامل العملية. سيدنا حقيقة أقول لك ياه، مو دور مجلس المحافظة مهم، لا أنا أشوفه ضروري جدا، ضروري جدا، لأن أكو حقيقة أكو قصور من المقاولين، أكو قصور من بعض الدوائر. البعض يقول هاي حلقة زايدة. والله من خلال التجربة أنا أشوفها حلقة مهمة جدا. أنت دكتور بالقانون. نعم. شنو اللجان اللي اشتغلت بها؟ في الدورة الأولى من 2009 إلى 2013 أنا عملت دور رئيس لجنة الإعمار في المجلس. والدورة الثانية إلى أن تقريبا دورة ونص إلى نهاية، من 2013 إلى 2019، نهاية 2019 عضو الهيئة الرئاسية، أمين سر المجلس. نعم. وين كنت تشوف أنه بهذا المجال ممكن إيجاد حل وممكن الاتفاق عليه من قبل أعضاء المجلس بغية التحقيق على أرض الواقع؟ كنت تشوف أنه بالإمكان أنه إيجاد حلول، بس البعض كان يتعمد يعطلها بالمجلس. حقيقة ما لاحظت بين أكو أشخاص يتعمدون، ما موجود يعني صراحة. هاي الدورتين وتبدلوا، إحنا بالدورة الثانية رجعنا تقريبا ثمانية أو أقل من ثمانية، من 28 كان عدد أعضاء مجلس المحافظة 28، ثمانية عيد انتخابهم مرة ثانية. بهاي الدورتين ما شفت أكو أحد متقصد يعيق عمل المحافظ أو المحافظة بصورة عامة أو أعمال الدوائر، ولكن بعض الأشخاص كانوا بهدف تقديم شيء ولكن هو ما يعرف دوره، فصار أكو خلل وإرباك ما يعرف دوره لأن مو اختصاصه. صراحة يعني أتمنى من الناس يعني بين يختارون أشخاص ذوي خبرة بالعمل، يعني قانونيين، إداريين لخدمة طويلة بالإدارة، مهندسين، حتى يقدرون يفيدون اللجان اللي يسوون بها بالضبط، على مود يفهم عمل اللجنة اللي هو. دكتور شنو المكاسب اللي حصلتها خلال وجودك بالخدمة كعضو مجلس محافظة؟ حقيقة بصراحة نحكي بصراحة جدا، لم يضف لي مجلس المحافظة أي شيء، فقط ضاف لي تواصلي مع الناس وخدمة الناس، وهذه حقيقة أحمد الله وشكره على هذا الموضوع. ما حصلت قطعة أرض؟ لا
لا قطعة أرض ولا زيادة ولا. قد راتبك كان؟ في الدورة الثانية كان 2,600,000. وياها امتيازات؟ يعني شنو امتيازات؟ يعني نثرية كذا، فلوس بنزين، ما أعرف. أي أي كذا. لا، الدولة تخصص فلوس بنزين للسيارات وتصليح السيارات. كم حماية كان عنده؟ خمسة. خمسة. قانون خمسة. كافي خمسة لعضو مجلس محافظة؟ أنا أعتبره زائد. مش قاعد يكفي، مفروض اثنين أو واحد. يعني هو الحماية شو على شنو؟ هو سائق أو اثنين سواق، اثنين لازم. مو هذا أسبوع أو شهر كامل وياك، هم يريد إجازة يرتاح، لأن إحنا عملنا في بعض الأيام أو أغلب الأيام، كل الأيام حتى يوم العطل الرسمية إحنا نشتغل. يعني أنت تقترح إنه هو سائق نفسه يكون حماية؟ لا، شخص وياه لمساعدته. مساعدته يعني نحتاج اثنين بس، اثنين وثلاثة، لأن لازم بديل للسائق أو بديل للحماية. يعني يكون فيكون قد ما يكون عدد الحماية أقل فهو الأفضل. برنامجك الانتخابي الحالي شو توعد به المواطنين اللي يردون ينتخبون؟ شو تقول لهم؟ والله حقيقة أني صراحة بعد فترة 10 سنوات في مجلس المحافظة ما كان عندي النية بين أنا أرشح، لأن أنا أكاديمي والآن أستاذ في الكلية في الجامعة، ما كان عندي. بس أبناء مدينتي حقيقة هواي إجوني للبيت وبالشارع أشوفهم، جبروني بين أرشح. فصراحة أنا هدفي من هذا الترشيح بين أكون بخدمة أبناء مدينتي بالخصوص وأبناء محافظتي بصورة عامة، لأن أنا عندي علاقات في أغلب الأقضية، في كل الأقضية والنواحي الموجودة، وقدمت عمل لأبناء المحافظة. فأنا حقيقة الهدف الأساسي هو بأن نكون تطوير عمل مجلس المحافظة من أجل تقديم الخدمات، وعدم زج المجلس المحافظة في بعض الأمور اللي هي لا تخدم المحافظة بصورة عامة. بديت بالحمد لله الانتخابية؟ الحمد لله، نعم. أتمنى لك كل التوفيق. الله يحفظكم سيدنا، شرفتونا اليوم. الله يحفظكم. يا أهلا وسهلا، إن شاء الله نشوفكم على مجلس محافظة واصل. الله يحفظكم وتفيد قضاءك وكذلك تفيد كل أهالي واسط من خلال تشريع القوانين التي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع العراقي الذي يئنه من وجع الحياة. شكرا لك. أهلا وسهلا، يا مرحبا. وأنتم مشاهدينا فاصل وأنا واصل. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، ومرشح آخر لانتخابات مجالس المحافظات هنا في واسط مثل ما تشوفون صيدلية، إذن هو صيدلان. وهذا طبعا فشيء مهم جدا أنه يكون شخص يقدم حتى يكون عضو مجلس محافظة واسط وهو أو اختصاص. راح نسأله على وضع الصيدلية، الأدوية، نوعية الأدوية، بالإضافة إلى أنه شنو وضع المستشفيات هنا بواسط تحديدا بالنعمانية. تمام، ورحبوا بالدكتور كرار علي شذر، وإن شاء الله نحاول أنه نعرف من عنده شنو خبايا هذا الاختصاص وشنو عنده من أفكار جديدة. مرحبا دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إني المرشح الدكتور الصيدلاني كرار علي شذر القريشي من محافظة واسط قضاء النعمانية. في بادئ الأمر التسلسل 26 رقم القائمة 143. شنو اللي دفعك أنه تقدم لهذه الانتخابات؟ الدافع الوحيد اللي هو خدمة للصالح العام، خدمة الناس خاصة الطبقة الفقراء. نقدم الدعم من ناحية الخدمات للمستشفيات والقطاع العام، يعني بصورة عامة كوضع المستشفيات حاليا ما نقدر نقول عليه رديء، لكن هو نقدر نقول عليه فد أكو نواقص. نعم، أكو نواقص من قبل، يعني عندك بعض الأدوية، بعض الأدوية اللي هي أدوية الخدج نعاني منها نقص شحيح بالأدوية، وأيضا أدوية المزمنة كذلك، لأنه تعرف كبار السن يحتاجون بعض الأدوية كأدوية الضغط والسكري.
نعاني منها انه شحه كلش قليله بالمراكز الصحيه بالمستشفيات، وايضا نعاني من بعض نقص الاجهزه اللي موجوده كالمفراس والرنين في بعض المستشفيات، وكذلك نقص هذا اللي يعاني ويحتاج يعني صحته مو زينه ويحتاج انه يسوي مفراس، وين يروح؟ بغداد اكيد، يا اما يلتجئ عندنا محافظه سنتر الكوت عندنا، او يلتجئ اكو اجهزه خاصه فقط ببغداد. هناك اسعار الفحص ايش قد؟ والله تكون باهظه جدا، يعني مقارنه باهظه جدا كلش مكلفه. تعرف انت ايش تريد تسوي؟ والله هدفي الوحيد انه هو تقديم مساعده الناس هي مجانا عن طريق توفير بعض الاجهزه الخاصه كالرنين والمفراس بالمستشفيات، وهو هذا عملي او هدف اللي اريد اوصله، هي خدمه الناس الفقراء. من خلال عملك هنا بالصيدليه، اريد اسالك على انواع الادويه اللي تجي وتدخل للعراق، كلها ادويه رصينه؟ والله اكو بعض الشركات الرصينه، وعندنا بعض اللي احنا نعرف انه الشركات نقسمها كجنريك وبراند. البراند موجوده لكن تعرف هي مكلفه جدا، اما الشركات الجنريك هي يعني تكون اقل تكلفه من البراند، وبصوره يعني تعرف ان المواطن الفقير ما يشتري لا الجنريك ولا البراند، يروح يلتجئ الى الادويه الهنديه او الصينيه، ونعرف انه هي فعاليتها مو نفس فعاليه البراند. تجيبوها انتم؟ نعم نوفرها. ليش تجيبوها اذا نوعيتها مو زينه؟ لا هي مو نوعيتها مو زينه، وانما هي كفعاليتها اقل، كفعاليه اقل، لكن احنا تعرف اليوم المراجع يريد علاج، يعني اول وثاني لازم ياخذ علاج، فاحنا نوفر هاي الادويه لكون انه هو دخل الشهر محدود وما عنده ذيك الدخل القوي حيث انه يقدر يشتري. شلون تعرف هذا الدواء مفحوص من قبل الجهات المعنيه وهذا ما مفحوص؟ وزاره الصحه مشكوره ايضا، ونشكر نقابتنا نقابه الصيادله، حاليا اكو توجه كبير بخصوص فحص الادويه وتسعيرها، وايضا نشكر الرقابه الصحيه اللي هي حاليا تنتشر بصوره يوميه على الصيدليات، ودا تراقب وضع الادويه اللي هي المفحوصه والادويه الما مفحوصه، وتمت محاسبه كثير من الصيدليات اللي هي ما عندها يعني اللي هي موفره ادويه ما مفحوصه نهائيا. ف يعني موجوده اكو هناك شركات يعني حاليا بعد ما شافت الضغط على الصيدليات وعلى المداخل بسحب الادويه الغير مرخصه، التجت هذه الشركات الى تسجيل والفحص في دائرة الرقابة الدوائية في بغداد. من خلال مشاهداتي في بغداد، بعض الصيدليات مع الأسف مو كلها، بعضها قليلة، يعني من يكون سعر الدواء غالي ما ينزل ولا فلس، أنت هنا شلون تتعامل؟ صح. والله أستاذ العزيز، يعني يقول له المراجع ما عندي، لا لا. ما تكفي، زي ما كفت فلوسي كذا، يقول له والله تعذرني. يبقى كل إنسان وأصله، يعني إحنا هنا الحمد لله والشكر المنطقة تشهد عليه انه عند مساعده الفقراء. هو يعني مهنتي انا دخلت مهنه الصيدله هي اساسا لمساعده الناس الفقراء والمحتاجين، والحمد لله والشكر بعض العوائل المتعففه وايضا بعض عوائل الشهداء الحشد الشعبي ومن الداخليه والشرطه، يعني الداخليه والدفاع، يعني عوائل متعففه جدا حاليا مسجلين حتى اسمائهم بالسجلات، اني على تواصل وياهم، يعني كأدوية شهريا يجون ياخذون الأدوية، لكن احسب لهم بالكوست بدون ما اخذ بالتكلفة. شنو اغلى دواء عندك انا؟ والله احنا ازيد الأدوية اللي هي غالية الأدوية المزمنة، يعني السكر والضغط، يعني عندنا يعني اكو أدوية الضغط يعني تراوح الشريط يعني سعره 15 الى 20، وكذلك بعض أدوية السكر هي شركات فرنسية براند احنا نقول عليها، تعرف الناس اللي تقدر تستطيع ان تدفع هاي التكلفة. يعني شنو اكثر الامراض اللي تكثر يعني هنا بواسطه؟ تعرف احنا حاليا داخلين على موسم شتوي، فاكثر الادويه يعني اكثر الامراض اللي حاليا منتشره هي امراض الانفلونزا، وهذا الشيء ايضا احنا يعني نشكر جهود وزاره الصحه وايضا دائره الصحه تواسط بتوفير الادويه للانفلونزا في المراكز الصحيه، وايضا يعني متوفره في القطاع النعمانيه بجهود الدكتور عدنان سلطان، ودعا انه الناس انه تلتجئ للقطاع باخذ يعني الحقن والجرع لهذا الفيروس. بين صيدليه وصيدليه اكو صيدليه، يبدو الموضوع مربح. والله احنا حاليا نعاني من الاعداد الهائله من الصيدليات، لانه مو يعني حاليا اذا تجي تراقب الصيدليات تشوف انه تفتح فتره وتعزل، تغلق الصيدليات بسبب كثرة الصيدليات والأعداد الهائلة. اسمح لي،
حجي الله يساعدك. شلونك حبيبي؟ شلون صحه؟ مرتاح ان شاء الله؟ صحه وعافيه. شنو هذا الدواء اللي اخذته؟ هذا مال اسنان. مال اسنان؟ مال شو اسمه؟ مهدي. اي اسنانك مو زينه؟ اي والله كلها رايحه السنينات والله، والكبر هم دقني. يا عيني. الله يحييك. عندك ضمان صحي حجي؟ والله ما عندنا ضمان صحي، ويعني بالرعايه طبعا. يعني من تروح تراجع في المستشفى؟ والله على حساب، بس عندي دفتر، عندي دفتر. اي دفتر سوالي يا دكتور علي الحجامي. تاخذ بهذا الدفتر؟ مال ضغوط وهاي وياها مال قالون وهواي شغلات. تاخذها مجانا؟ لا والله 3000 يطو. سعر مناسب؟ اي لا بالله مناسب. والاشرطه غاليه طبعا بسبعه وشيء. شنو وضع المستشفيات هنا بواسط؟ والله زينه. زين زينه ان شاء الله. ممتاز. اي والصيدليات هم بها تعاون هواي هم. انا بعض مرات اخذ منهم اقول حجي روح الله وياك. بالله العظيم يعني مو تحسين كلام ولا أي. يعني شنو يبيع رخيص؟ اي زين متواضع. متواضع شو ونعمه. ممتاز. انا اشكرك. ممنون لكم. نشكر على حضور جزم اللقاء اللي طيب مالك. ورده. وممنون لك هاني. مشكور. ورده. صحة وعافية. يلا متحوك. الحمد لله. لا هي بصورة عامة قلت لك انا غايتي هي مساعدة الناس. تعرف احنا كمجتمع يعني مجتمع عشائري قبلي، تحفيز الاهل والوالد الله يحفظه انه مساعدة الناس هي من اولوياتك يا يعني دائما ينبهني يا دكتور هي مساعدة الناس يا أولي. والحمد لله والشكر انا منطقتي الكبير والصغير يعني يشد. اريدك توجه رسالة للناخبين، شو تقول لهم وهم مقبلين على انتخابات يوم 18/12، شو تقول لهم؟ والله أنا أدعو كل المرشحين وأتمنى لهم بالتوفيق في بادي الأمر، لكن خلي هدفكم هو مساعدة الناس، يعني خلي مصلحتك مثل ما أقول شيء يعني شيء آخر، يعني آخر ما أنه تفكر به هي مصلحتك، لأنه عملنا إحنا كمرشحين مجالس محافظة. أنا أريدك توجه رسالة للمواطنين اللي المفروض ينتخبون، شو تقول لهم؟ يعني قصدك المواطنين؟ نعم. والله أول شيء هو الصوت هو أمانة، يعني أتمنى أنه ينطون فرص للطاقات الشبابية أيضا اللي طاقات اللي عندهم شهادات علمية في خدمة الصالح العام، وإحنا نعرف أنه كلام المرجعية تقول المجرب لا يجرب، نتمنى أنه منهم ينطون صوتهم للشباب اللي موجودة للوجوه الجديدة حتى نقدر نقوم يعني حتى نقدر أنه نقدم وضع يعني وضع يعني وضع صحي جيد ووضع ووضع يعني وضع خدمي جيد ايضا. ادويه سامره عندكم؟ موجوده. موجوده. جيد. انا اشكرك جدا. اذا مشاهدينا الكرام في ختام هذا الجزء من حلقه برنامج ابشر، حقيقه هذا الموضوع جدا مهم، صيدليات توفير الادويه، حقيقه وزاره الصحه عليها مسؤوليه كبيره بالاضافه للمسؤوليات ان توفر ادويه مدعومه وبنوعيات رصينة. أرجوكم، ليش؟ لأن صحة المواطن العراقي مو تمام. بعد هذا الفصل. إذن مشاهدين الكرام في ختام حلقتنا من برنامج إبشر اليوم كنا في واسط وجولنا في الكثير من الأقضية والنواحي وشفنا همومهم وأيضا التقينا بمرشحين وشفنا شنو وجهة نظرهم وشنو طموحهم من الممكن أنه يحققوه إذا نجحوا إن شاء الله كأعضاء مجلس محافظة واسط. إحنا في منطقة حي الحسين في النعمانية في واسط، وحقيقة يعني استوقفني هذا المشهد، لكن من عرفنا أنه أكو عمل وإنجاز وتوسيع للشارع السايدين فرحنا، ولكن هاي المناظر المفروض يتم العمل بها بشكل سريع، ما تبقى بهالشكل. يعني مثلا اللي قدام أكو نفايات، أكو صبات هيك مشمورة، بعدين مثلا نشوف هذا الزرع النخلة على طول هذا الشارع أكو زارعين نخل، خلف الله عليهم، ولكن النخلة المفروض تكرم، مفروض وزارة الزراعة دز لجان، ذول اللجان يتابعون النخلة، تحتاج تزبير، تحتاج دواء، تحتاج ما أعرف يعني ليش إيش مهمولة بهالطريقة هذه. على كل احنا نشد على أيدي الجميع أنه يحققون منجز على أرض الواقع ويغيرون من معالم مدينتهم
وأعيد وأكرر، هذه فرصة كبيرة لكل العراقيين أنه يحققون تغيير بالوجوه، تغيير بالأشخاص اللي لربما عندهم شيء يقدرون يفيدون مجتمعاتهم. لذلك فكر لمن تختار وشلون تختار، ولا تبخل، شارك بالانتخابات من أجل عراق أجمل، من أجل عراق أكثر تطوراً يواكب الدول المتقدمة. انتظرونا في حلقات أخرى وأيضاً في واسط وبرنامج إبشر في مالها.